على بركتك. نبدأ. السلام عليكم، يعطيكم العافية ومساكم كل خير إن شاء الله. اليوم إحنا معكم في المحاضرة الثانية من برنامجنا التدريبي لتطوير قدرات البحث العلمي لطلبة الجامعة الإسلامية. هذا البرنامج اللي بيكون بالتعاون بين عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الإسلامية، مشكورين طبعا، ومجتمع البحث العلمي في فلسطين. معكم حنان أبو كمال من مجتمع البحث العلمي في فلسطين. اليوم إن شاء الله إحنا باللقاء الثاني من البرنامج تبعنا، وهو استخدام برمجة كشف التشابهات. رح يكون مع الأستاذ بلال أبو راس، رح نتعرف عن مفاهيم كثير لها علاقة بكشف التشابهات ودراسات، وكيف نعرف أكثر والفروقات عن هذا الموضوع. فبإذن الله بنبدأ، أكيد رح تكون محاضرة مشوقة مع الأستاذ بلال. أستاذ بلال تفضل. شكرا كثير حنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبتنا الأعزاء، طلبة الجامعة الإسلامية بغزة، حضورنا الكريم من الجامعات الفلسطينية الأخرى والمهتمين في موضوعات البحث العلمي واللي بيشاركونا للمحاضرة الثانية في برنامج تطوير قدرات طلبة الدراسات العليا في مجالات البحث العلمي. المحاضرة الحالية راح تتناول كما ذكرت برمجية كشف التشابهات، وهي بالمناسبة برمجية اعتمدتها الجامعة الإسلامية منذ ما يزيد تقريبا على 5 سنوات، والبرمجية هدفها بشكل رئيس كشف الانتحال العلمي بين قوسين التشابهات، بين قوسين السرقة الأكاديمية، تعريفات كثيرة ومفاهيم كثيرة. الصراحة أنا حابب أبدأ اللقاء هذا ببعض المعلومات اللي حابب من خلالها نصحح معا بعض المفاهيم الخاصة بالتشابهات، وإيش تعريف التشابهات، وكيف أنا ممكن أكون قد وقعت في تشابهات في رسالة العلمية أو في رسالة الماجستير أو الدكتوراه وهكذا. راح أشارك معكم، والآن موجود على الرابط في سواء في الفيسبوك أو راح تلاقوه كمان في على الرابط في الزوم. راح أشارك معكم إذا بنقدر نعمل مشاركة حنان للرابط، إذا بنقدر نخش على الرابط. عفوا، إذا بنقدر نخش على الرابط معا. طبعا الرابط بصراحة من خلال الرابط، إذا في حد واجه مشكلة في الدخول للرابط يخبرنا. الرابط هيو. إذا حد استطاع يخش على الرابط، احنا راح نعمل شير سكرين للرابط. في حد استطاع يدخل على الرابط؟ عشان ما نضيع وقت نبدأ بالمحاضرة، لأنه بديش يكون أي خلل نضيع من خلاله كثير من المفاهيم اللي أنا بصراحة حابب أطرحها خلال المحاضرة الحالية. فما نضيع وقت كثير مع بعض، وإن شاء الله الرابط بركي نعرضه في نهاية المحاضرة. الصراحة السؤال المهم، وفي المحاضرة الحالية راح تكون ربما الحوار مع الطلبة أو عرض الأمور راح يكون باتجاه بعض الخبرات اللي إحنا حصلناها، بعض الخبرات اللي احنا حصلناها في الجامعة الإسلامية في التعامل مع برمجية كشف التشابهات. وأهم النقاط الصراحة اللي أنا حابب أتناولها هي مجموعة من النقاط اللي راح تتسلسل على النحو التالي. راح نجيب على بعض الأمور، بعض الجوانب اللي لمسنا فيها بين قوسين عدم وضوح لدى الطلبة فيما يتعلق بتعريف التشابه، بما يتعلق بآلية تجنب التشابهات العلمية، في موضوعات أخرى إلها علاقة. أوكي، ليش أنا أهتم في التشابهات العلمية؟ يعني إيش هي النقطة؟ إيش هي النقطة أو إيش هي الفائدة اللي أنا أحققها كطالب دراسات عليا أو حتى طالب بكالوريوس في الجامعات في المرحلة الجامعية من تبني أو الاهتمام بنسبة التشابهات العلمية؟ راح نتكلم على موضوعات إلها علاقة بالنشر الذاتي،
من النشر الدولي، وقديش النشر الدولي الآن بيهتم في موضوع التشابهات. واليوم أنت ممكن تضطر أنك تروح تبعت بحثك لدراسة أو للنشر في مجلة علمية مرموقة، أوكي بعت لك تقرير أن نسبة التشابهات عندك تجاوزت الحد المسموح فيه في شروط المجلة، وبالتالي ما راح تستطيع تكمل في تحرير ورقتك في هذه المجلة العلمية. راح نتكلم على جوانب أيضا إلها، جوانب أيضا إلها علاقة ببعض النصائح الصراحة، وهذه نصائح جدا لمسنا أهميتها بخصوص تعامل الطلبة مع التوقيت اللي المفترض الطالب يروح في اتجاه فحص التشابهات العلمية في الرسالة الأكاديمية. وهذه نقطة جدا مهمة الصراحة لسبب رئيسي، إنه كثير من الطلبة وفي أوقات مختلفة من رسالة الماجستير قد يجد نفسه في وقت وفي معي وقت، وخليني أنا أنتظر قبل ما أشوف شوي أكمل الفصل الثاني والثالث، وبرضو بعدها بروح أفحص رسالة العلمية في برمجية في التشابهات وهكذا. فهذه برضو من الأمور اللي احنا راح نتطرق لها، ونقدم بعض النصائح لطلبة الدراسات العليا في هذا الموضوع. موضوعات المهارات اللي بناء على خبرتنا كمتابعين ومتعاملين مع برمجية كشف التشابهات التيرنتين، كيف انه الطالب ممكن يتجنب التشابه العلمي. احنا بصراحة هذه راح ننقل فيها خبرة احنا استطعنا انه نراكمها مع طلبتنا. يعني مثلا لما نتكلم بعض الطلبة بيوصل التشابهات من 75% إلى نسبة 20 و25%، بيكون حقق إنجاز كبير جدا. كيف الطلبة هدول استطاعوا إنهم يقللوا نسبة التشابهات؟ برضو راح نتكلم عن هذا الموضوع. طبعا أماكن التشابهات صراحة هذه فيها كتير حديث راح يكون بيننا. طبعا أوكي التشابه وين غالبا بتركز التشابه؟ فإحنا كل ما بنكتشف بعض الإشكاليات مثلا في التحليل الإحصائي، لما نعتمد على مراكز التحليل الإحصائي مدفوعة الأجر، بيروح المركز بيعمل نفس الفورم تقريبا وبيغير في طبيعة المحتوى الاستبانة وبيعطيك النتائج أو بيعطيك المحتوى أو الفريمورك الرئيسي بيعطيك إياه كما هو، وهان بيعمل لك إشكالية، وبالتالي النسبة بتبين عندك نسبة تشابهات كبيرة. راح نتكلم برضو على الدراسات السابقة وقديش إحنا واجهنا إشكاليات في دراسات سابقة كثيرة جدا كان فيها تركز في نسب التشابهات. طبعا موضوع النشر الدولي كثير مهم هذا الموضوع، وراح نعرض بعض التجارب بعض الأمثلة إنه كيف المجلات الآن بتهتم في التشابهات. وطبعا أكيد 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 سؤال كثير مهم لدى الطلبة، بقدر أستخدم برمجية كشف التشابهات؟ راح نوضح هذه النقطة، وراح نعرض كذلك كما ذكرنا بعض تجارب الطلبة فيما يتعلق بتقليل نسبة التشابهات في رسائلهم العلمية. طبعا التشابه إن شاء الله كان في تخطيط إنه نشارك بعض الأسئلة التفاعلية، واللي الصراحة كنت حريص من خلالها إني أحسن أو أصحح بعض المفاهيم، لأنه كتير بنواجه الطلبة أوكي ما هو قادر يفرق بين التشابه ما بين التشابه. كتير طلبة ما هم قادرين إنهم يفرقوا ما بين التشابه وما بين النقل الأكاديمي المناسب. باختصار ضمن آلية عمل برمجية كشف التشابهات التيرنتين، وهي بالمناسبة برمجية من أكثر البرمجيات انتشاراً على مستوى العالم، جامعات كثيرة جداً حول العالم، جامعات مرموقة إلى أبعد درجة كجامعة هارفارد، جامعات المميزة بتستخدم برمجية كشف التشابهات وهي برمجية التيرنتين. لا كتير بصراحة مميزات في البرمجية، وهان ممكن يكون مناسب إنه نحكي عن بعض المواقع اللي بتوفر خدمة إنك تعمل فحص للتشابهات بشكل مجاني. وهذا الكلام ليس وجهة نظر، ولكن حقيقة بناء على دراسة قمنا فيها يعني ما يزيد عن 4 سنوات، واستطعنا إنه نحصل فيها الفروقات ما بين التشابهات أو ما بين النتائج اللي بتعرضها البرمجية وما بين البرمجيات أو بين قوسين الويب سايتس اللي هي free of charge، يعني بتكون مجانية.
فوجدنا أنه يوجد فرق شاسع حقيقة ما بين البرمجيات أو المواقع المجانية وما بين كشف البرمجية كشف التشابهات، وبالتالي أنصح الجميع بالابتعاد عن المواقع المجانية إلا إذا كان في هناك يعني بعض الأمور اللي أنت حابب تستأنس فيها، لكن من باب النظام ومن باب الالتزام بالنظام الجامعة الإسلامية وكذلك في الجامعات الفلسطينية، لأن حسب علمي في غزة يوجد الآن 4 جامعات بتطبق البرمجية التيرنتين كشف البرمجية نفسها، وجامعة الضفة تقريبا غالبية الجامعات بتطبق البرمجية. بين قوسين الانتحال، اسمحوا لي أقول لكم الانتحال هو التشابه، هو السرقة الأكاديمية. التشابه هو أن تستعين بنصوص باحثين في مقالاتهم وكتبهم ومراجعهم وكل الببليكيشنز الموجودة، أنك تستعين بكلماتهم وبفقراتهم دون إعادة صياغة. كمان مرة، بعض الباحثين بيكون وجهة نظره أوكي، بحث لبلال أبو راس منشور في العام 2020 راح أخذ فقرة من هذا البحث، وفي نهاية البحث حط يعني في كآلية للتوثيق أبو راس 2020 أو بما يتعلق أو يعني بالآلية اللي أنتم بتوثقوا فيها، فحط ضمن الآلية التوثيق أبو راس 2020، لكن الفقرة كانت كما هي good luck أنت وقعت في التشابه في الانتحال العلمي. طبعا إيش المشكلة؟ طب أنا حطيت المرجع أوكي، بالنهاية الأفكار اللي أنت طرحتها لما أخذت نص أو الفقرة من الباحث الآخر هي كانت بالنهاية حصيلة معرفة وحصيلة تفكير الشخص هذا، وإن كنت أنت وثقتها، وبالتالي عشان تتجنب، من أجل أنك تتجنب الانتحال العلمي، أنت المطلوب منك كطالب دراسات عليا أنك تروح على المقالة العلمية فتروح تقرأ النص أو تقرأ الفقرة أو تقرأ الصفحة اللي أنت بدك تستعين فيها، زي ما بنقول بالعامية تهضمها جيدا وتستطيع انك انت تحصلها او تستوعبها بشكل جيد. وهذه من النصائح اللي بعتقد ان شاء الله المحاضرة القادمة الدكتور سفيان تاي راح يطرحها في البارافريزنج، في اعادة الصياغة للمقالات العلمية او في الكتابة الاكاديمية، فتروح انت تفهم النص وتعيد صياغته بطريقتك كباحث وبما يعكس اسلوبك كباحث، وبين قوسين في النهاية تحط إنه هذه بلال 2020. طب السؤال اللي الطلبة بيطرحوا علينا، طب أوكي أنت يعني بالنهاية أنا اللي كتبت يا هلقيت، يعني ليش أحط اسمه؟ لأنه أنت لما أنت كتبت استلهمت الأفكار من الباحث، وبالتالي هذه نقطة جدا مهمة وبيقع فيها كتير طلبة الصراحة، وبيقعوا فيها في مراحل متأخرة، يعني بيجي في نهاية الرسالة بده يفحص تشابهات وبيكون بيعتقد انه هو بيوثق بشكل جيد، بيتفاجأ انه نسبة التشابهات نسبة مرتفعة كتير، وبالتالي ايش الحل؟ ايش المطلوب مني؟ بدك تروح تعيد الصياغة. إعادة الصياغة مسألة مش بسيطة، من تجربتنا بتاخد وقت وجهد، بتتعلم فيها كتير شيء اكيد 100%، تجربة راح تكون مليئة بالمعرفة، لكن بالنهاية احنا ما بننصح انه تأخر لمرحلة متقدمة جدا، لا، انك انت تستوعب الفكره من البدايه، انك تعيد صياغه نصوص الاخرين وافكار الاخرين باسلوبك، ومن ثم توثق انه بلال 2020 او سين في حسب طريقه التوثيق اللي انت بتستخدمها. الان برمجيه كشف التشابهات، يعني انا الان ذكرت صراحه بعض الاخبار اللي بنسمعها من فتره الاخرى، الوزير الفلاني بعد 20 سنه اكتشفوا انه في عنده انتحال علمي في شهادته في رساله الدكتوراه او رساله الماجستير وسحبوا شهادته بعد 20 سنه، وهذا الكلام اكيد يعني انا سمعته، وقد يكون يعني عدد من جمهورنا الكريم ومن طلبتنا سمع هذا الكلام. فكشف التشابهات بالعربي بريحك، بيعطيك بالنهاية نسبة وبيعرفك على نقاط الخلل اللي انت وقعت فيها بقصد او بدون قصد، وبالتالي هذا شيء ممكن يريحك كثير حتى في المستقبل. اذا بدنا نروح لبعد النشر الدولي، انك انت تطبق برمجية كشف التشابهات من اجل انك انت تنخرط في نشر ابحاث على مستوى دولي في مجلات مرموقة دولية، هذا الكلام راح نتحدث فيه في نقطة لاحقة، لكن بالنهاية بوضح أنه يوجد فائدة بالنهاية استخدامك للبرمجية وفحص المحتوى العلمي اللي أنت بتتناوله على برمجية كشف التشابهات راح يحقق لك فوائد كثير، لأن نظام الجامعة الإسلامية المعمول به في كشف التشابهات، الجامعة الإسلامية كما ذكرت بتطبق أو بتستخدم برمجية كشف التشابهات ما يزيد عن 5 سنوات الآن، النظام المعمول به حاليا في الجامعة الإسلامية
انه تكون نسبه التشابهات العامه 25% او في حدود 25%، مش اقل طبعا، مش اكثر من، بنتكلم اقل من 25% اوكي مقبول، يعني رينج 25% تكون نسبه التشابهات العامه في رساله الماجستير. ليش بحكي نسبه التشابهات العامه؟ لانه طبعا راح نطلع خلال دقائق ان شاء الله على تقرير من تقارير كشف التشابهات، على اساس الطلبه يطلعوا تماما كيف احنا بنقرا النتائج وكيف بتطلع النتيجه بالتحديد، وكيف بيوضح لك انه في تشابه في النص او مش موجود تشابه في النص، وكيف بيوضح لك وين المرجع اللي بيكون فيه تشابه وين المرجع اللي ما بيكونش فيه تشابه. فهذه الامور راح نوضحها، لكن بالنهايه نظام الجامعه 25% نسبه عامه للتشابهات، بيكون عندنا نسبة التشابهات من مرجع واحد لا تزيد عن 5%، عفوا من مصدر واحد لا تزيد عن 5%. إيش يعني مصدر واحد؟ الآن موقع مكتبة الجامعة الإسلامية فيها نتوقع عشرات، يعني عدد كبير جدا من رسائل الماجستير والدكتوراه الآن، وفيها محتوى كبير. مثلا لو تكلمنا على مستودع الجامعة الإسلامية الاي او جي سبيس، وهو مستودع بالمناسبه بيضم نتاج الجامعه الاسلاميه البحثي على مدار تاريخها في كل الكليات، ورابطه iogspace.iogaza.edu.bs ممكن تطلعوا عليه. لان هذا المستودع احنا في نظام الجامعه بما لا يزيد عن 5% من محتويات رسالتك تكون داخل احد مراجع هذا المستودع. لو رحت على رساله ماجستير داخل مكتبه الجامعه الاسلاميه ونزلتها ورحت اخذت منها نسبه كبيره جدا، وبالتالي نسبة التشابهات كانت 6%، رسالتك مش حتكون مقبولة، لأنه حد أقصى من مرجع واحد نسبة 5% كتشابهة. الآن في الجامعة الإسلامية طبعاً في نظامها بتستثني المراجع، بمعنى أنه لما بنعمل فحص للطالب المراجع باي ديفولت إحنا بنستثنيها وما بنحسبها في النسبة العامة، وبنستثني الكوتيشن علامات التنصيص، وجدا مهمة علامات التنصيص والاهتمام بعلامات التنصيص، بنستثنيها إذا كانت نسبتها معقولة، بمعنى تكون ضمن حد معقول لا يتجاوز 4-3-5% ماكسيمم، يعني في بعض الكليات الشرعية. بما أننا تكلمنا عن الكليات الشرعية يوجد مراعاة للآيات القرآنية والأحاديث، بنعرف أنه في الكليات الشرعية في كتير اقتباس من القرآن الكريم أو من الأحاديث الشريفة، صحيح البخاري، بعض الكتب، حتى بعض المرات واجهنا إشكاليات في اللغة العربية، مثلا إنه بيكون كل الرسالة عبارة عن تحقيق لمخطوطة، وبالتالي بالراعي الأمور هذه التفصيلية اللي ممكن نواجه فيها مشكلات بنحلها كيس باي كيس، يعني حالة بحالة، وبنلاقي لها حلول ضمن نظام الجامعة الإسلامية. هذا هو ملخص نظام الجامعة الإسلامية، 25% نسبة التشابهات. وهذا بالمناسبة سؤال راح يكون في الكويز راح تاخذوه في نهاية المحاضرة على أساس اللي حابين ياخذوا شهادة، راح يكون 5% من مرجع واحد بحد أقصى، مع استثناء المراجع ومع استثناء الكوتيشن علامات التنصيص بحد ضمن نسبة معقولة، ويوجد مراعاة للأمور الأخرى. الآن هذا كتير برضو معلومة جيدة إنه الطلب يطلع عليها، مصادر المعلومات اللي التنتين برجعها. أوكي أنا التنتين برمجية، طبعاً من وين في إيش بتقارن بالنهاية؟ يعني إيش الشغلات اللي التنتين بترجع لها عشان تقول أنا عندك نسبة تشابهات ولا ما في عندك نسبة تشابهات؟ هي مصادر ثلاث رئيسية، مصادر ثلاثة رئيسية. المصدر الأول هو قاعدة بيانات البرمجية، أنا وإنت، هو وهي، والجامعة اللي برا والجامعة الإسلامية والجامعات حول العالم بتدخل كل يوم أبحاث وبعض والببليكيشنز على دور النشر، بتدخل برضو أبحاث وبتدخل مجلات وبتدخل كتير محتويات وبتدخل كتب. الآن هذه بتكون قاعدة بيانات البرمجية، فهذه أحد المصادر اللي بترجع لها البرمجية عشان تفحص فيها. الجانب الثاني مواقع الإنترنت، المليارات مواقع الإنترنت، فهذه أرض أيضا من مصادر المعلومات اللي البرمجية بترجع لها، وهي مصادر واسعة طبعا جدا جدا جدا. مصدر ثالث هو مصدر جدا مهم، وهذا بيميز البرمجية عن البرامج أو عن مواقع الإنترنت المجانية، إنه البرمجية بتوصل لقواعد البيانات غير متاحة الوصول، بمعنى قواعد البيانات اللي عشان أنا وإنت نطلع عليها ندفع فلوس، البرمجية عاملة اشتراك فيها، وبتقدر تدخل لقاعدة البيانات الخاصة في هذه البرمج في هذه قاعدة البيانات، وبتقدر تقارن النصوص اللي انت عملتها ضمن رسالتك مع
مع النصوص مع نصوص الأبحاث والمحتويات الكبيرة جدا الموجودة في قواعد البيانات. فهذه هي ثلاث مصادر رئيسية، وهي بالمناسبة سؤال ثاني في راح يكون في الكويز إن شاء الله. فهذه الآن طبعا يعني لمعلومة إنه المواقع المجانية بناء على تقرير احنا عملناه بتقارن فقط بالمواقع المجانية بمعنى مواقع الإنترنت، وهذه أحد الإشكاليات، بتروح فقط لإشي متاح المصدر. طب لو شيء مش متاح المصدر، وبالتالي إن الباحث مضطر ماخذ من شغلة، يعني عفوا يعني بحث ماخذه بطريقة معينة من قاعدة بيانات إميرالد مثلا، ولا قاعدة بيانات إلسيفير، ولا من الساينس دايركت، وما قدر يوصلها، مش هيكتشف الموقع المجاني هذه الشغلات. الآن هذا السؤال كتير مهم طبعا، والطلبة كتير بيكونوا مهتمين في هذا الموضوع، لكن للأسف في طلبة أذكياء، وجميع الموجودين عندنا طبعا أذكياء بما أنهم موجودين وحابين يعني يكونوا يتعرفوا على البرمجية، وطلبتنا بشكل عام أكيد يعني أذكياء، لكن بعض الطلبة مرات بيتكاسل، بيروح باتجاه أنه لا أفحص الرسالة فقط متأخر. من البداية النصيحة لأنك تتجنب الانتحال بين قوسين التشابه، بين قوسين السرقة الأكاديمية، إنك تعيد الصياغة وتستخدم مناهج البحث العلمي بشكلها الصحيح. هذه هي نصيحة باختصار، وتحت هذه النصيحة تفصيلات كثيرة جدا. أحد التفصيلات اللي راح تكون جدا متقدمة محاضرة يوم راح تكون الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، يوم الأربعاء أو الأحد الأسبوع القادم راح تكون مع الأستاذ الدكتور سفيان تايا، وهي محاضرة راح تكون مميزة، راح تكون بعنوان إعادة الصياغة البرمجية. راح تعرفك على بعض المفاهيم اللي احنا راح نطرحها مع بعض إن شاء الله الآن، وراح نتعلمها مع بعض. محاضرة الدكتور سفيان كتير راح تاخدك في رحلة من المعلومات كيف تعيد الصياغة. أوكي كلمة إعادة الصياغة صراحة كلمة كتير يعني واسعة، لكن بالنهاية احنا حريصين برضو انه الطالب يتعرف على مهارات حقيقية وتكون يعني شغلات براكتيكال عملية كيف يعمل إعادة الصياغة. لكن بالمجمل إعادة الصياغة هي الشكل الرئيسية. نصيحة واحدة في هذا الموضوع الصراحة أنا لمستها من خلال تجربتنا في التعامل مع الطلبة في البرمجية، إعادة الصياغة بتنتج عن فهم صحيح لما قرأت. كتير طلبة مثلا بيرجعونا بنقعد مع بعض هيك، بقول له هات نحكي جملة، بنروح احنا التنين بنعيد الجملة بصياغة جديدة، الطالب بيقول يعني هات صياغة مش شيء مستحيل، بده مهارة اي نعم، في تكنيكس معينة اي نعم، وانا بالإيدي بصراحة بعض الشغلات اليوم كنا نطلع عليها في هذا الموضوع، لكن بده مهارة متفقين على هذا الموضوع، لكن بالنهاية بده جهد. فإن شاء الله رب العالمين الدكتور سفيان راح يغطكم قبل في رحلة في هذا الموضوع، لكن أنا من خلال متابعة من خلال تجربنا فهم صحيح ينتج عنه أنك أنت تعيد كتابة نصوص الآخرين بأسلوبك، وبتوثق لهم أكيد عشان ما تقعش في الانتحال. فهذا هو الطريقة المثلى لأنك تتجنب كشف التشابهات. البرمجية بتساعدك كتير وبتعطيك شغلات، يعني أنت قد يكون بين قوسين مش متوقع أنه في برمجية بتوصل لشغلة زي هذه، بتفيدك وبتعطيك معلومات، لكن بالنهاية زي ما قلنا إعادة الصياغة. الآن هذه نقطة أشرنا إليها، النسبة حسب عدد المراجع. اللي بقصده في موضوع النسبة حسب عدد المراجع إنه الطالب، احنا في نظام الجامعة في نظام الدراسات العليا بنتكلم على المراجع، ما بناخد التوتال فقط زي ما اشرنا قبل 25%، لا احنا بنصنف حسب المراجع. وصراحة كتير بنهتم انه الطالب يكون عنده تنويع في المراجع، بمعنى يكون عنده عدد كبير جدا من المراجع، وما يكون تركز للتشابهات في مصدر في مصادر معينة. وهان أنا بدي أشير صراحة لنقطة جدا مهمة، إنه مرات نسبة التشابهات اللي بتكون مثلا نتكلم 20% هي نسبة أخطر من ناحية علمية من نسبة التشابهات ممكن تكون 40%، وهذا شيء منطقي. إذا إحنا تكلمنا نسبة التشابهات اللي هي 20% موزعة على عدد كبير جدا من المراجع،
عفوا اذا كانت ال 20% مركزه في مرجع واحد اكيد مليون في المية راح تكون اخطر من نسبه 40% اذا كانت هذه مقسمه الى عدد كبير جدا من المراجع. ونقطه ثانيه برضو ان نسبه التشابهات بيختلف تقييمنا لها حسب المكان، بمعنى أنا في كأنه خلل بسيط، أنا بدي أحاول أتجنبه. هيك إحنا الأمور تمام هيك حنان؟ تمام. بس علي صوتك شوي استاذ بلال. اوكي الان في نسبه النسبه برضه في حسب مكان التشابه، في مرات عديده اللي احنا بنلاحظه انه نسبه التشابهات بتكون اخطر حسب تركزها في بعض الاماكن، بمعنى اذا احنا اليوم لاحظنا انه تركزت نسبه التشابهات في نتائج الدراسة فأكيد هذا مؤشر أنه شيء خطير جدا، يعني قد نتقبل يكون في تشابهات أو بين قوسين. أنا بصراحة إحنا متفقين هي تشابهات هي انتحال علمي، لكن خلينا نسميها تشابهات، أنه تتركز التشابهات مثلا في 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 نتائج الدراسة أكيد هذا بيكون مؤشر كتير خطير. كثير بنلاقي تشابهات بصراحه في الدراسات السابقه، وهذا شيء قد يكون منطقي، هو مش منطقي الانسان يقع في الانتحال العلمي، لكن قد يكون منطقي الطالب بيروح بشوف عدد كبير جدا من المراجع وبيضطر انه ياخذ نصوص ويحط وبده يخلص الطالب، وضمن اليه معينه هو بيشتغل فيها، لكن برضه بدنا نهتم كثير بصراحه في اماكن التشابهات، يعني هذا بتدينا مؤشر كثير خطير. فاحنا هذه النقطتين كثير بدي اكد عليهم، انه نسبة التشابهات مرات احنا بنفصل فيها حسب المكان. اذا مكان التشابهات كان في اماكن كثير حساسة في الرسالة زي نتائج او توصيات، نتخيل مثلا انه التشابهات كانت في توصيات الرسالة، اكيد يعني راح تكون هذا مؤشر مش جيد بالنسبة للطالب انه يكون المؤشر بالهذا. الان علامات التنصيص. الان بعض طبعا علامات التنصيص احنا بنعرف حسب منهجية البحث العلمي استخدام علامات التنصيص بيكون في النصوص اللي انا باخذها كما هي من الاخرين. طبعا هذا شيء كثير، هذا برضه انا احب انوه عليه لانه ما ذكرته في البدايه. الان اذا انت اضطريت كباحث انك تحصل او تقتبس بعض المعلومات من باحثين اخرين كما هي، فالمنهجيه الصحيحه حسب مناهج البحث العلمي انك تحط علامات تنصيص، وهذه هي الطريقه الامثل انك انت تستخدمها في كمنهجيه بحث علمي. واحنا زي ما ذكرنا احنا في البحث العلمي ما بنحط صيف بشكل عام، اللي بيطبق النظام مش هدفه انه يوقع الاخرين بقدر ما انه يحسن من جوده المخرجات العلميه للجامعه الاسلاميه وكذلك الجامعات الفلسطينيه الاخرى، يعني بتطبق البرمجيه سواء هذه البرمجيه او بعض البرمجيات الاخرى. لكن استخدام علامة تنصيص تماما بيكون إذا أنت اضطريت تستخدم تعريف معين، مثلا أنت ما قدرت مش حقادر تعمله، مثلا في شغلات في البحث العلمي ما بتقدر تعملها إعادة صياغة، يعني ما بفترض أنه حد ممكن يعمل لحديث شريف أو لآية قرآنية مثلا يعمل إعادة صياغة، أو في تعريف معين، تعريف يعني من أمهات الكتب في كل العلوم، في مجالات البزنس أو مجالات كل المجالات، ففي تعريف معين انت مضطر تاخده كما هو. فهذا ايضا انت بتضطر كباحث انك تحط علامه تنصيص، وبرضه هذه من المنهجيات من ضمن منهجيه البحث العلمي اللي احنا بنقبلها في عامات البحث العلمي والدراسات العليا ضمن اليه تطبيقنا
للبرمجيه. الان شو ممكن الطالب، بصراحه هذه نقطه بناء على كثير من الحالات لطلبه من الجامعه الاسلاميه، الطالب في بدايه رحلته في تعامله مع برمجيه كشف التشابهات بيعتقد في البدايه انه هذا الموضوع يعني الجامعه او بشكل عام بدها تكون يعني ملك اكثر من ملوك، لكن الطالب لما يدخل في مرحله انه يعيد صياغه كتابته، الصراحه مهاراته في الكتابه الاكاديميه بتتحسن بشكل كبير. صحيح انه راح يكون ان شاء الله عندنا محاضرات في موضوع الكتابه وموضوع المقترحات الماجستير والدكتوراه وكذلك، لكن الطالب صراحة، وما بعرف ممكن يكون طلبة موجودين معنا، طلبة بيسمعونا على الفيسبوك مباشر، طلبة كتير استفادت من الموضوع هذا، ومع نهاية تعديله بيجي بقول لك أنا بصراحة بشكركم، يعني أنتوا خليتوني أكتب منهجي، أكتب أو أعيد صياغة الجمل وعرفت إيش يعني كتابة أكاديمية. فكتير الطلبة الصراحة بيهتموا في أو بيستفيدوا من هذا الموضوع. زيادة على ذلك صراحة أنك أنت يكون عندك مادة علمية خالية من التشابهات، هذا شيء كتير مهم إليك كباحث، وأنا بتوقع في مرحلة الماجستير والدكتوراه كتير مهم بالنسبة إلنا صورتنا كباحثين. كباحثين عندنا صياغة أكاديمية جيدة، وعندنا معرفة في الصياغة الأكاديمية والنشر وطريقة الكتابة الصحيحة واستخدام مناهج بحث علمي بشكل صحيح. فهذه الأمور كتير، فالطلبة لا بيستفيدوا، بيحصلوا معرفة كتير مهمة في هذا الموضوع، وصراحة بيتحول الطالب أول ما بيجي بيلاقي نسبته كبيرة، يعني بيصدم مع الوقت بيعرف إنه هذه الشغلة كانت من صالح. الآن هذه شغلة، هذه نصيحة للجميع صراحة، لجميع الطلبات، ما تنتظر تفحص رسالة الماجستير الخاصة فيك إلى آخر مرحلة. اللي بقصده أنت الآن رسالتك مقسمة إلى مجموعة من الشباتر، مقسمة إلى فصول، وأنت بتاخذ وقتك في الفصل الأول والثاني والثالث والرابع. حاول أنك تتلمس التشابهات أو الإشكاليات الموجودة في رسالتك أول بأول، هذا الكلام بيعطيك وجه كتير. تجاربنا الطلبة اللي بيعملوا هيك بيوصلوا إلى نهاية الرسالة وهم بيكونوا مرتاحين، والفصل الأول خلصوا وريح حاله، الفصل الثاني والثالث وهكذا لما يخلص رسالته. الآن أكثرية الطلبة صراحة، الأكثرية الغالبية العظمى من الطلبة لا بيروح بالاتجاه الآخر، بيروح بيخلص رسالته، بيخلص الشابترز كلها هيتها وبرتب حاله بيجي على فحص الرسالة. طبعا فحص الرسالة ما فيش فيه بين قوسين فيش فيه مجاملة، هذه برمجية وإحنا إيش النتيجة بتطلع من ديال الطالب، فبيتفاجأ 70% 80% حصل كتير، يعني كان في نسب صراحة قريبة جدا عن 80% لدى الطلبة في نهاية رسالته. فتخيل تخيل أو تخيلي إنه الطالب رح يعمل إعادة صياغة ل 80% من محتوى الرسالة، شغلة رح تكون مرهقة جدا، مرهقة من ناحية نفسية، والطلبة بيكونوا طبعا أنا فيش وقت معي وأنا الأمور عندي خربانة وفيش وقت وبدي أخلص بسرعة وتحذير وأنا متأخر أصلا. فعشان هيك نصيحة للطلبة جميعا، حاول إنك تكون على تواصل دائم مع مشرفك، وإنك تفحص التشابهات في رسالتك يعني فصل فصل، وما تنتظر لآخر شيء لانها راح تكون شيء مرهق كثير، اذا مش من ناحيه وقت، من ناحيه نفسيه. مشكله ايضا احنا واجهناها مع الطلبه الصراحه في موضوع التحليل الاحصائي، هذه مشكله بدات تظهر كثير الايام الماضيه صراحه. غالبيه الطلبه لما بيروحوا بدهم يفحصوا اللي بيعملوا تحليل احصائي سواء السبانه مثلا، بيستخدم الاستبانه، فبروح لأحد المكاتب فبيدي لي السبانة والآلية اللي الطلبة أكيد بتعرفها، كل الطلبة بيعرفوها. فمكاتب التحليل الإحصائي غالبا بنسبة كبيرة جدا، مش غالبا دائما، أنا من حسب ما أنا شفت إنه فقط بيعدل الأرقام، لكن كل النصوص غالبا بتكون هذا، ما عدا إنه ذات دلالة وهذه ما طلعتش ذات دلالة وهان كانت الـ 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 الأرقام هان تغيرت والأرقام هان. فالطالب
في هذا الفصل بيجد نفسه انه واقع بين قوسين، انه كلها تشابهات، يعني نسبة التشابهات كثير مرتفعة في هذا الموضوع. فبرضه هذا من الاشكاليات اللي احنا واجهناها مع الطلبة، انه موضوع التحليل الاحصائي بدك تكون حريص كثير في هذا الموضوع. مكتب التحليل الإحصائي مش كتير مرات بيكون مهم بالنسبة له إنك نسبة التشابهات تكون عندك مرتفعة، نسبة التشابهات تكون عندك منخفضة، اللي بهمه إنه بيعمل التحليل. فأنت كطالب بدك يكون عندك تنتبه لهذه النقطة، وهذه النقطة الآن بننبهكم إلها عشان ما توقعوا فيها مستقبلا إن شاء الله تعالى. فموضوع التحليل الإحصائي موضوع كتير أصبح فيه تشابهات، والطلبة كتير بالنسبة لهم بيقعوا في هذه المشكلة. الآن أغلب التشابه بيكون صراحة في موضوع الدراسات السابقة، وهذه صراحة مشكلة كتير طلبة بيقعوا فيها، وهي قد تكون يعني من أكثر الإشكاليات اللي إحنا بنواجهها. الطالب لما بيروح بيتعامل مع الدراسات السابقة، نفس الآلية اللي إحنا الطلبة بيستخدموها، بيروح بيحط الدراسة ووصف الدراسة أو معلومات عن الدراسة، تحدثت الدراسة عن كذا كذا كذا. الآن هذا المحتوى كله هيته بالنهاية بياخده، يعني بياخده copy paste، يعني بياخده نسخ لصق في رسالته. وهذه كمان مرة هذه طريقة ليست من منهجية البحث العلمي الصحيحة، يعني هي انتحال، هذا هو اسمه انتحال. فالطالب بيجي بيقول لك يعني طب أنا إيش بدي أعمل بالنهاية، يعني هذه هي العنوان، وانا اخذت العنوان وحطيت الملخص تبع الرساله، يعني اغير الملخص كمان مره. افهم الملخص وحاول انك تهضم المعنى وعيده بصياغتك، راح تلاقي النسبه اختلفت كليا وما في تشابه في المحتوى او في الدراسه السابقه. طبعا اذا بدنا نكون متقدمين في 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 النصيحه للطلبه، انه نستخدم الاسلوب السردي في عرض الدراسات السابقه، وهذا اكيد الدكتوره سناء ابو دقه والدكتور خميس الاسي محاضرتهم في مناهج مناهج البحث العلمي المتقدمه، وراح يقدموا نصائح هذا الموضوع. وبرضه احنا استخدام الاسلوب السردي في طرح الدراسات السابقه برضه هذا بيقلل كثير صراحه من نسب التشابهات. تقريبا مش حتكون موجوده نسب التشابهات في استخدام الطريقه السرديه النراتيف، طريقه النراتيف في عرض الدراسات السابقه، لانه الطريقه هذه اكيد 100% الطالب بيستخلص فيها نتائج دراسات سابقه وبيحصل فيها نسب تشابهات قد تكون غير موجودة. الآن موضوع النشر الدولي في مرحلة الماجستير بفترض، وبشكل أكبر كمان في مرحلة الدكتوراه، كلنا حابين يكون لنا منشورات دولية. الآن وهذا حقيقة موجودة، أصبحت في كثير مجلات صراحة، مجلات مرموقة على مستوى العالم، بتروح بتبعت لها الدراسة، بيروحوا بيرجعوا لك تقرير الترنتين، بمعنى أنا اليوم بدي أنشر بحث 25 صفحة، ببعته لمجلة، المجلة بتروح بتبعت لي ريجكت من البداية، مرفوض من البداية، يعني بدون ما يروح على ريفيو ولا بير ريفيو ولا شيء. إيش السبب؟ ببعت لك تقرير تشابهات، بقول لك إنه نسبة التشابهات كبيرة. وبالتالي لا، إحنا ليش ما نشتغل كطلبة من البداية، أنا وأنت وهو وهي، نشتغل مع بعض من البداية، نطلع رسالة ماجستير جيدة بمحتوى جيد، مفحوصة من خلال خدمة للجامعة الإسلامية بتوفرها للطلبة. مفحوصة من خلال البرمجية، تكشف البرمجية نفسها غالبا، يعني أنا ما شفت لحتى الآن صراحة، مش من باب إنه البرمجية هذه سوبر، لكن ما شفت صراحة لحتى الآن مجلات بتستخدم غير هذه البرمجية. أبروح فأنا وإنت، فإحنا ممكن نستفيد من هذا الموضوع، ممكن إحنا نحصل نريح حالنا، عشان كده لما قلنا للمستقبل، أوكي للمستقبل إن شاء الله هيك ربنا بكرمك وبكرم الجميع. في أي وقت أنت مش حاب حد يقول عندك عنك محتال أو سرقت، يعني بعد 10 سنين 15 سنة ما بتعرف إنه في يوم من الأيام ممكن يكون لك موقع معين، فتخاف من شغلة أنت عملتها سابقا. وبالتالي خلينا نشتغل مع بعض إنه نطلع جودة منيحة جيدة بتفتخر فيها. وحتى في موضوع النشر الدولي، أنت في المستقبل لما بتنشر بتكون مطمن ومرتاح وبالك هادي، إنه لا أنت بتطلع إنه طلعت مادة علمية جيدة، وبالتالي نسبة التشابهات انت مطمن عليها، وبتقدر تبعث للمجلة اللي بدك اياها والطريقة اللي بدك اياها. من باب الامانة في نقل المعلومات، بعض المجلات ايش بيعملوا؟ بيروح بيبعت لك تقرير كشف التشابهات، وبيقول لك مش ضمن الثريش هولد، الحد المسموح. المجلات مثلا بتكون حدها 30%، بتفحص الرسالة الخاصة فيك او في الطالب في الطلبة،
او في الباحث، فبتلاقي نسبه مش ضمن النسبه المسموح فيها، فتروح بترجع للباحث وبتقول له لا انت النسبه المسموح عندنا 30%، عيد صياغه كمان مره، عيد صياغه، يعني اعاده الصياغه راح تلاقيها وين مكان، يعني الباحث دائما راح يلاقي اعاده الصياغه في امامه عشان يهتم في هذا الموضوع. الان في موضوع استخدام الطلبه للبرمجية، احنا صراحة هو الاستخدام الامثل للبرمجية اكيد، يعني الطلبة الموجودين عندنا لهم زملاء في جامعات خارج فلسطين او سواء جامعات غربية او جامعات في الوطن العربي، واكيد هم مطلعين على هذا الموضوع، مطلعين انه بعض الطلبة بيدخلوا على البرمجية وقد يكونوا بيستفيدوا من حساباتهم، يعني احنا شفنا طلبة بيستفيدوا من حسابات طلبة اخرين. فهل يمكن لطالب الجامعة الإسلامية أنه يستخدم البرمجية؟ للأسف الجواب لا، حسب ما هو موجود عندنا في الجامعة الإسلامية، حسب طبيعة الاشتراك، لأنه طبعا هذا حسب طبيعة الاشتراك وقديش المميزات الاشتراك الطلب ما بيستخدمه. لكن عندنا المدرسين بشكل عام في الجامعة بيستطيع الطالب يتعاون مع مشرفه مع مدرسه انه يفحص الرساله او يفحص شبات الرساله، ما قلنا انه افضل تفحص شابتر شابتر باريحيه باذن الله تعالى، والمدرسين ما بيقصروا في هذا الموضوع ان شاء الله رب العالمين، وهم يعني اكيد احرص مني ومنك على انه تطلع الماده العلميه بشكل جيد. الان في بعض تجارب طلبه، انا اشرت بصراحه لبعض التجارب لطلبه، كثير طلبة كان عندهم نسب التشابهات مرتفعة جدا، الصراحة استطاعوا بجدارة من خلال مهاراتهم من خلال اطلاعهم من خلال جهدهم، صار بياخذ وقت لكن استطاعوا انهم بيقللوا النسب لكثير شغلات، ما ببالغ انه في طلبة كانت نسبتهم تقريبا 78% تشابهات قللوها لحديت 20%، الطلبة كانت 60 نزلت ل 25 و20 طلبة، يعني كثير كثير كان عندنا أمثلة بصراحة لطلبة استطاعوا انهم يحولوا تجربة كشف التشابهات الى معرفة جديدة ومهارة جديدة في إعادة الصياغة. فهذا جدا، فالآن طبعا كمان مرة هذه كثير كثير كلمة مهمة، كثير شغلة مهمة البارافريزنج، انك تعمل إعادة الصياغة، وإن شاء الله راح تكونوا في محاضرة مع الدكتور سفيان كما ذكرنا راح يوضح الكلام هذا. الآن أنا بدي أعرض صراحة تقارير من برمجية كشف التشابهات. الآن حنان إحنا أمورنا جيدة بتوقع، صحيح تمام لا تمام، الاتصال ثابت، ما في مشكلة في الاتصال، صحيح اتصال ثابت، بس آخر ربع ساعة بدنا نجاوب على استفسارات المتابعين. إذا فيها قطع بعض الشغلات ممكن إحنا إذا حابين إنه ممكن نأخذ بعض الشغلات، لأنه أنا بديش كل المحاضرة تكون يعني من طرف واحد وبالتالي ممكن الطالب يشعر ببعض الملل. اتفضلي. أنا تمام تفضل يا هنا. نبدا باول سؤال. نور كتبت انه كشف التشابهات باللغه الانجليزيه بتكون عاليه لكن بالمقابل قليله باللغه العربيه، كون قاعده البيانات للبرنامج هي اللغه الانجليزيه، فهل هذا صحيح؟ طبعا هذا السؤال الطالب او الطالبه اللي ساله سؤال ذكي صراحه، واكيد يعني عنده معلومات. زي اي برمجيه تقريبا يعني في العالم بتعرفوا اللغه الانجليزيه ولغه البرمجه، اللغه الانجليزيه بتتعرف على تتعامل مع المحتوى باللغه الانجليزيه بشكل افضل من المحتوى باللغه العربيه. معلومه انه البرمجيه بدات تتعاطى مع المحتويات باللغه العربيه بعتقد خلال قبل سنتين، يعني ماكسيمم قبل سنتين، لكن اللغه الانجليزيه منذ نشاه البرمجيه. الان معلومة صحيحة 100% أنه غالباً الرسالة أو المادة العلمية اللي بتكون باللغة الإنجليزية نسبة التشابهات فيها بتكون أعلى، لسبب جوهري أنه
قدرة البرمجية، الموضوع له بصراحة شقين أو له جانبين. الجانب الأول المحتوى. المحتوى اللي البرمجية بتقدر توصله باللغة العربية هو محتوى أكبر بكثير من المحتوى اللي البرمجية بتقدر توصله باللغة الإنجليزية، وهذه الشغلة كفيلة إنه تخلي نسب التشابهات في المواد اللغة الإنجليزية نسب أكبر يعني. فالإجابة على السؤال نعم 100% بهذا. لكن في جانب آخر للإجابة، إنه حتى يعني أنا بديش هذا نعطي مؤشر إنه أوكي يعني أنا ما عملش باللغة الإنجليزية، يعني مثلا طبعا أكيد اللي عنده قرار يعمل بطريقة معينة رسالته أكيد يعني 100% خلاص هو ماخذ قراره، لكن هذا ما بيمنع إنه الطلبة اللي بيعملوا موادهم باللغة الإنجليزية بيستطيعوا بشكل سهل، طبعا بدها جهد، إنه يقلل النسبة، لكن المادة باللغة الإنجليزية بالفعل بتكون نسبها أعلى. حتى طبيعة التقرير بتختلف بالمناسبة. أنا راح أوضح إن شاء الله في تقارير إحنا نزلناها باللغة العربية واللغة الإنجليزية راح أورجيها للطلبة. أحدها ما بعرف إذا معمول شير سكرين، هل لقيتها؟ معمول تهيألي شير سكرين. صحيح معمول. فهذا مثلا أحد التقارير التشابهات، فإحنا راح نوضح إنه في اختلافات حتى ما بين التقرير باللغة العربية واللغة الإنجليزية، فهذه النقطة راح نوضحها. طيب في عندنا سؤال ثاني، وين بتقدم خدمة برمجية كشف التشابهات؟ هو البرمجية خاصة بطلبة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في مكتب عمالة البحث العلمي والدراسات العليا مبنى الإدارة الطابق الأول من مبنى الإدارة في عمالة البحث العلمي والدراسات العليا. لكن كمان مرة تواصلك مع مشرفك هو صراحة جوهر البرمجية. احنا الهدف بالنهاية انه انت والمشرف، وهذه نقطة صراحة انا حابب انوه لها، انه البرمجية بتفيد المشرف كذلك. يعني انه انت بتعرف واحنا بنعرف انه المحتوى اللي الان موجود حول العالم محتوى مهول جدا في كل التخصصات. يعني انا بفترض في تخصصي مثلا، حتى لما يكون تخصص دقيق، المحتوى اللي كل يوم بينشر في هذا التخصص عدد كبير جدا من الابحاث والدراسات وتصنيفاتها المختلفه ومسمياتها المختلفه. فالان بعتقد انه المشرفين بشكل عام او الباحثين ما هم مطلعين على كل شيء بينشر في كل مكان في هذا العالم، فهذه هدف برضه من اهداف البرمجيه، انها بتساعد المشرف انه بيطلع على بعض الشغلات الجديده وبيستطيع انه معك، انه هي تجربه تعلم بصراحه، هي تجربة تعلم مترامية يعني جوانبها كلها فيها استفادة. فأوكي احنا العمادة بنعمل هذه الشغلة، لكن تواصلك مع المشرف وتعاونك في هذا الموضوع بعتقد انه بيكون شيء ايجابي كثير لك ولرسالتك العلمية. تفضل. تمام. السؤال الثاني، ما الاجراءات المستخدمة لاجراء كشف التشابهات مسبقا لفصول الرسالة اولا باول؟ من خلال المشرف، كمان مرة من خلال المشرف، تعاونك مع المشرف إنه تفحص الرسالة فصل فصل. هذه هي الطريقة المثلى والأفضل والأنسب. الأنسب دقيقة عندك، هي الطريقة المثلى والأنسب بالنسبة لك لأنك تتعاطى مع نسبة التشابهات في رسالتك العلمية. هل يمكن تحميل برنامج كشف المتشابهات من النت، أو هل في برامج كشف مجانية؟ برنامج كشف التشابهات هو برمجية بتعتبر نظام الاشتراك وغير متاحة الوصول للجميع. هي مش برمجية بمعنى بيصير لها سيت اب يعني على الجهاز او برنامج، لا هو عبارة عن موقع الكتروني، لكن الاشتراك بالموقع الالكتروني بيكون طبعا باشتراك من المؤسسات. المواقع المجانية كمان مرة، في مواقع كثير مجانية كثير، لكن انا شخصيا عملت تقرير الفرق زي ما ذكرت بين المواقع المجانيه والمواقع الانترنتين، ففي فرق كبير جدا. المواقع المجانيه بتوصل للشغلات الفري اللي هي الويب سايتس الفري، لكن البرمجيه في ثلاث مصادر لها، واكيد يعني زي ما ذكرت في بدايه المحاضره. تمام. في عندنا سؤال، لم افهم كيف التشابه بيكون في التحليل الاحصائي. كيف التشابه في تحليل الإحصائي؟ الآن اللي إحنا وجدناها، الآن مكاتب التحليل، يعني خلينا نتكلم بالعامية، اسطمبة واحدة بيعملوا الفصل التحليل، بيعملوا اسطمبة واحدة بس، بدخل الأرقام على أس بأس مثلا، وبروح كل الكلام اللي بربط بين الجمل وربط بين الأرقام، هي بتتغير الأرقام بالتأكيد، لكن بتلاقي كل شيء متشابك. والبرمجية هذه عقدتها، بتحبش تشوف شغلة ورا بعض زي ما هي،
في آليات، يعني في آليات تتعامل فيها البرمجية، فالتشابهات في البرمجية بتكون كتير واضحة في شابتر التحليل الإحصائي. وصراحة هذا كلام من بناء على تجربة، وأنا هذا الكلام حكيته نصيحة للطلبة إنهم يهتموا في هذا الموضوع. طبعا في طلبة بيحطوا بعض المواقع، في مواقع كتير يا عبد العزيز، مواقع كتير، بس انت حط جوجلت يعني راح تلاقي مواقع عشرات. لكن كمان مرة في بصراحة بعض المواقع اللي هي بتعطيك حد معين، مثلا في موقع جيد بصراحة بديك حد معين لكن كلمات معين، جيد الموقع صراحة، لكن بعد هيك بيطلب منك اشتراك، فغالبا شعرك في المواقع المجانية كبير. كمان اوكي انت بتستخدم موقع مجاني ممكن تسترشد فيها، لكن بالنهاية لما تيجي على نظام الجامعة احنا ما بناخد في هذا الموضوع. فكمان مرة إعادة الصياغة، قول مع الدكتور بدر سفيان وشوف إيش السكيلز اللي تستخدمها هي حلك الأمثل صراحة يعني، واسأل المجرب يعني. في عندي سؤال، هل بينفع أنا أفحص فصل فصل من خلال الحضور إلى الجامعة؟ للأسف راح تكون شيء مرهق كتير بالنسبة لنا. تخيل كم طالب عندنا وكم شابتر، في كل يوم في شابات في فصول يعني، فتواصلك مع المدرس بيكون أنسب شيء للتعاطي مع هذا الموضوع. السؤال، هل كل مشرف عنده البرنامج للفحص؟ بالتأكيد، احنا باحثي الجامعة جميعا عندهم قدرة على استخدام البرمجية وما في مشكلة في هذا الموضوع. هل ما هي أقل نسبة تشابه حصل عليها طالب في الجامعة؟ أنا بتمناش تكون اللي هو نسب التشابه صراحة باللغة، طبعا من الفصل باللغة الإنجليزية بتختلف عن اللغة العربية. نسب التشابه باللغة الإنجليزية بتكون غالبا كتيرة شوية يعني. يعني أنا بقول إنه مثلا بتكون 20-15% بتكون نسب جيدة باللغة الإنجليزية وممتازة، إذا كان مثلا 15 في ناس حصلت صراحة نسب زي هذه، لكن أقل نسبة صراحة في نسب قليلة صراحة، في نسب قليلة بس مش قليلة بالطريقة. باللغة العربية ممكن نلاقي نسب قليلة كتير كتير كتير، لكن كل ما لها المحتويات اللغة العربية في البرمجية بتزيد وبتكون نسب التشابهات في العربي أكثر. هل صحيح أن المجلات بدأت تستبعد كشف التشابهات بسبب أنه بعمل تشابه على 3 كلمات؟ وإذا صحيح إيش البديل؟ لا، هو ما في تشابه 3 كلمات و4 كلمات و5 كلمات و6 كلمات. الآن في خصائص كثير في البرمجية، طبعا هذا مش مكان لذكرها صراحة لأنها العلاقة في المستخدم أكثر، لكن مجلة الجامعة الإسلامية بتستخدم البرمجية، وهذا شيء حقيقة يعني. 7 مجلات في الجامعة تستخدم برمجية كشف التشابهات، وكثير مجلات صراحة، مجلات دولية ومجلات إقليمية ومحلية بتستخدم برمجية كشف التشابهات، وبالعكس انا شايف التوجه رايح باتجاه استخدام البرمجية. بتهيألي خلينا اذا ممكن نعرض تمام، بس في عندنا مداخلة من الدكتور سمير صافي. اكيد الدكتور سمير صافي. دكتور بامكانك تعمل اني ميوت وبنكون اكثر من سعداء بمشاركتك. اعملي له انميوت يا تمام. دكتور بامكانك تعمل الان انميوت. دكتور سمير مساء الخير. دكتور سمير مساء الله استاذ بلال، الله يعطيك العافيه ما شاء الله عليك يعني. تفضل دكتور، تفضل. جزاك الله خير. ابدعت في انا عندي بعض النقاط اللي بدي اعلق عليها. يمكن انت ذكرت يا استاذ بلال انه يعني لا ينصح يكون اقتباس من مرجع واحد بنسبه كبيره. تمام. الان عالميا حسب انا شفت هنا في جامعه الامارات انه لا ينصح انه يزيد عن 3%، يعني من مرجع واحد الاقتباس يجب أن يزيد 100% لو الطالب أو الباحث. أنا بحكي بالنسبة للباحثين بشكل
محدد. لو عايز ينشر في مجلات عالمية لازم المصدر الواحد لا تزيد نسبة الاقتباسات عن 3%. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي لاحظته عنده في البرنامج كشف التشابهات، مش عارف أي برنامج بيستخدمه، بياخده إنه بيسمحوا لك لغاية أقل من 1%، وهذه موجودة عندنا في التيرنت إن، وفي عدد معين من الكلمات في برنامج التيرنت إن تقدرش تستخدم التو أوبشنز مع بعض، بس تستخدم أوبشن واحد اللي هي نسبة مئوية معينة أو عدد كلمات. تمام. بلاحظ هما بيستخدموا الاثنين مع بعض، يعني مسموح مثلا ما يزيدش الاقتباس شغلة معينة عن 1% لغاية أقل من 1 مسموح، أو زائد أقل من 7 كلمات، يعني تو كونديشنز مع بعض، يعني أقل من 1% اللي هي الاكسكلود سورسز ذات ار ليس ذان، احنا بناخدها عندنا في الجامعة اللي هي تحت 1% والكلمات، تو اوبشنز مع بعض. النقطة أساس ما طولش عليك، اللي لاحظته هنا في جامعة الإمارات عاملين شغلة قوية جدا للمدرسين، اللي هي بيعملوا بروف ريدنج لكل البحث من الألف إلى الياء. يعني أنا كمدرس كل اللي بعمله ببعث بحثي لجهة معينة في الجامعة، بديش أذكر لك الجهة لأنه صعب نطبقها في الإسلامية، لكن نحكي الجهة جهة إكس. الجهة بتقوم، طبعا هم مشتركين مع شركات عالمية في عملية التدقيق اللغوي، وببعث له خلال تقريبا أسبوع واحد فقط شامل من 7 فايلات البحث تبعك، بعطيك رانك له، وبعطيك الفايل تبعك تبع الوورد معدل من الألف إلى الياء بروف ريدنج بشكل قوي، وفي نفس الوقت حسب رغبتك بيحدد لك المجلة اللي ممكن تنشر فيها حسب نوع البحث. هذه الخدمة لو تم تقديمها للمدرسين عندنا أعتقد سنرتقي بالبحث العلمي لدرجة كبيرة، وبارك الله فيك. نشكرك كثير دكتور، شكرا كثير لك. شكرا. الله يخليك. احنا ان شاء الله نعلق على بعض الامور اللي الدكتور ذكرها. دكتور سمير صافي طبعا استاذ دكتور، كثير مشتاقين لك دكتور، ان شاء الله ربنا هيك يكرمك في الدنيا والاخره. النسب التشابهات او 3% النسبه العامه من مرجع واحد بتعتمد حسب نظام الجامعه، في جامعات بالفعل بتختلف انظمه الجامعات في هذا الموضوع. فأنا عكست النظام اللي معمول فيه بالجامعة اللي هو نسبة 5%، وفي جامعات أخرى الاستثناءات الصراحة هذه فيها حسب نظام الجامعة، إحنا في نظام جامعة موجود في هذا الموضوع الاستثناء 1%، مش وقت ذكرها بصراحة لأنه فيها تفاصيل كثيرة ومش حنقدر نخوض فيها كاملة لأنه فيها تشعبات كثيرة، وبصراحة مش وقتها المناسب، ممكن نتحدث عنها في ظروف أخرى. الآن استثناء الكلمات طبعا برمجية، أنا بأكد لك ما بيستخدم برمجية التيرنتين لأن الخصائص اللي بتتكلم عليها بالفعل ممكن نعملها في برمجية التيرنتين، وكذلك برضو تقع ضمن نظام الجامعة. الآن ما يتعلق بهذا سابق لأوانه دكتورنا، ما يتعلق بالمجلة اللي أنت ممكن تنشر فيها، إن شاء الله أنا راح أكون لي محاضرة في السكوباس والآيس أو الويب أوف ساينس، راح أورجي الباحثين كيف إنه هو ممكن يختار المجلة المناسبة لتخصصه، ومش بس تخصصه، للمحتوى اللي هو بيقدمه. بمعنى أنت رايح في تخصصك في موضوع معين، راح إن شاء الله بعض الويب سايت راح نوضحها للباحثين، بيروح بيدخل بعض الكلمات وكلمات مفتاحية أو ملخص، بلك واحد بيجيب له مجلات هي المجلات اللي بتتوافق مع المحتوى اللي هو بده ينشره. فهذه أكيد يعني خدمات إحنا بنقدمها للباحثين دكتورنا، وراح أأكد عليها إن شاء الله رب العالمين في المحاضرة القادمة الخاصة بالنشر الدولي، وفرصة للطلبة برضو بصراحة، لأن الطلبة كتير بيسألونا في موضوع المجلات الدولية وكيف أنشره، إيش المجلة الأنسب للبحث الخاص فيها. فإحنا بنقول لهم بطل الموضوع إنه مجلة أنسب لتخصصها، صار مجلة أنسب لموضوعك البحثي، احنا كل مالنا قاعدين نتخصص أكثر في هذا الموضوع. فإن شاء الله راح نذكر هذا الكلام
في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى. الآن إذا سمحتوا لي أعمل شير سكرين مرة ثانية نعرض فيها، ممكن نأخذ بعض الأسئلة والاستفسارات من في نهاية المحاضرة. نعمل شير سكرين لتقارير تشابهات. الآن بسم الله الرحمن الرحيم. الآن هذا طبعا تقرير تشابهات. صوتي واضح؟ صوتي واضح تالي؟ صحيح صوتك واضح أستاذ بلال. تمام. الآن بالنسبة هذا اللي أنتم شايفينه هو عبارة عن تقرير التشابهات. طبعا تقرير التشابهات بيبدأ من ملخص الدراسة، وأخطر شيء ممكن نتوقعه من الطالب أنه يكون ملخص الدراسة فيه تشابهات، لأنه هذا بيور، يعني هذا بيور it's your work، يعني هذا شغلك أنت، يعني هذا المكان الوحيد اللي إحنا ما بنتوقع يكون فيه تشابهات. ليش؟ لأنه بالنهاية هذا ملخص دراستك أنت، وبالتالي أنت كلمات قليلة بتصف فيها رسالتك. فنلاحظ هنا انه لا في تشابهات، مثلا هذا التقرير في تشابهات. كيف ايش فيها تشابهات؟ الان طبعا نفصل اللي شايفينه انتم بايديكم. الان هان شايفين رقم انتم، هان رقم 47 وهان رقم 7، وهان بالاحمر على اليسار رقم 37. الله اكبر الله اكبر. وهان رقم 28 وهان رقم 16 وهان رقم 21 وهان رقم 38. كل رقم من هذه الارقام هو عباره عن مرجع، نتفق من الآن. هو كل رقم من هذه الأرقام هو عبارة، لا أعدل المعلومة، مش مرجع، هو عبارة عن مصدر أو مصدر، سواء كان مرجع منفرد أو قاعدة بيانات. يعني 47 ممكن تكون عبارة عن موقع مكتبة الجامعة الإسلامية، 21 ممكن تكون عبارة عن كتاب منشور في مكان ما. فهنا هذه الألوان عبارة عن مصادر، يعني هذه هي أماكن التشابهات، الأماكن اللي موجودة فيها تشابهات في الرسالة. كل مكان له، طبعا في الأسفل راح نوضح النقطة هذه، إنه التشابهات بتكون إنه في الأسفل بيديك تقرير كامل بنسب التشابهات، وبفصل لك إياها إذا كانت سواء مصدر إنترنت، أو كان التشابه هذا عبارة عن بابليكيشن، أو كان هذا ستودنت بيبر شبه مسميها. فتفاصيل كثيرة راح أعرضها في الموضوع هذا. الآن هان زي ما لاحظنا، يعني نلاحظ الآن مثلا لو تكلمنا على التقرير، لاحظوا هل التشابتر رقم 1. الصراحة الكل بلاحظ إنه شوفوا كل ما لقيت هايلايت أكثر في مشكلة أكثر. يعني إحنا كطلبة أنت لاحظ هان، لا في مشكلة، يعني واضح إنه في تشابهات، واضح إنه الألوان كثيرة. كمان الأخطر من قصة ألوان وما ألوان، الألوان المتصلة، بمعنى إنه يكون بلوك كامل أنت ماخده كسرقة أكاديمية أو كتشابه أو كانتحال. يعني إحنا كثير بنهتم، أوكي أنت لما بده يكون شغلة متقطعة، مثلا إحنا راح نيجي في شغلات، مثلا شوفوا الفقرة هذه، لاحظوا الفقرة هذه يا جماعة، واضح إن الفقرة هذه فيها مشكلة. الفقرة هذه بالنسبة لنا فيها مشكلة. ليش؟ لأنه كلها هي تقريبا جاية من مصدر واحد، يعني مش تقريبا، جاية من مصدر رقم 12 اللي ممكن في أسفل التقرير نشوف إيش هو رقم 12 أو مرجع رقم 12. فهذه كلها هي متاخدة من هذا المرجع. واضح إن الطالب مدخل بعض الكلمات أو عامل كذا، مش الطريقة الصحيحة في صياغة أو في الكتابة الأكاديمية. الطريقة الصحيحة كمان مرة إنك أنت، هذه فكرة الباحث، فأنت بتروح بتاخدها. يعني لاحظوا بالله عليكم، لاحظ إنه الآن هذه الفقرة شايفينها، لاحظ الطالب هان إذا أنتم ملاحظين في عفيفي 2015 موثق زي ما أنتم شايفين، لاحظوا إنه الطالب هان موثق. الطالب الآن بيجي وبناء على تجربته بيقول لك إنه بناء على الطريقة اللي هو مستخدمها في الكتابة الأكاديمية، لا أنا كاتب المرجع، يعني أنا مش سارق. لا، هو أنت كاتب المرجع صحيح، بس أنت عيد صياغة الكلام اللي أنت شايفه واكتب المرجع، لأنه هي هذه الطريقة الأنسب والطريقة السليمة في الكتابة الأكاديمية. فلاحظ إنه رغم إنه كاتب المرجع ما يعني البرمجية وضحت إنه في تشابه. كمان مرة، هي تشابه نصي، هو التشابه
النصي. الآن لاحظوا الإشكالية هان بتكون حنعمل أنميوت للأول لأنه في حد كتب على الشاشة. أرجوك خلي الآن هان في أماكن زي هذه ما بقدر أقول إنه في مشكلة. يعني لاحظوا هذه الأماكن في الصفحة رقم 2، لاحظوا إنه هان في عبارة هايلايت بسيط كتير، كذلك في الأسفل في هايلايت بسيط. هذه الأمور يعني لو إن إحنا جمعناها ما بتطلع نسبة كبيرة، وبالتالي ما بيكون فيها المشكلة الكبيرة. هي عبارة عن تشابه مع بعض المراجع، قد تكون التشابه هذا تشابه أنت مش يعني مش ماخذ من هذا المرجع، أنت ماخذ من مرجع آخر والمرجع الآخر ماخذ من هذا المرجع. المهم هذه الأمور ما بتجمع كثير. يعني المشكلة الكبيرة بتكون في البلوكات. يعني لاحظوا البلوك هذا رقم 24، في مشكلة في رقم 24. لاحظ أنه 1 2 3 4 تقريبا فقرة كاملة فيها تشابه. إذا أنت اضطريت كطالب كمان مرة، يعني أنا ما بعرف إذا كان هذا لما بتكلم على السوليد ويست هل هو بده اتس ماتيريال which is not in liquid form. إذا هو تعريف مثلا بده يعرفه هو تعريف يعني معتمد وكذا، السر إنه بيقدر يحطه بين علامات تنصيص. إذا كان تعريف يعني تعريف تعرف عليه في تخصصه، وبنهاية بنهاية لما يحطه بين علامات تنصيص أكيد يعني بيكون هذا اقتباس، أو بعبارة عن كأنك أنت بتقول للبرمجية إنه يا برمجية أنا هذا اللي حطيته بين كوتيشن أنا قاصد إني أخده كما هو لأنه مش حقدر أغيره. No way to modify it. يعني مش حقدر أنا أعمل فيه أي تغيير. وبالتالي البرمجية إحنا من خلال آليات نستخدمها في البرمجية بنعمل استثناء لهذه الشغلة، وبالتالي أنت بتكون في السيف سايد في كمنهجية بحث علمي وبتكون ما في عندك مشكلة. فهذه طبعا الطلبة بدناش نكون أذكياء كثير يعني مع بعض في البرمجية. يعني مثلا مش معناها الطالب يجي يحط لي علامات تنصيص هان قبل كلمة amount مثلا ويروح على آخر الكلمة مثلا ديري فول ستوب، يروح رجاء انه ما حدش يلعب في الشاشة، يروح على فول ستوب هان مثلا ويروح يعمل في النهاية مثلا هنا كمان كوتيشن انه يعني انه هذا لا تأكد انه احنا في عندنا نسبة معقولة من الاقتباس اللي احنا بناء عليها بناخد قرار انه نسمح في الاقتباس. يعني كثير مثلا اجتنا بعض الحالات انه احنا بنعمل استثناء للاقتباس وبنرفض الرسالة بناء عليها. ليش؟ لانه الاقتباس بنسبة 20% مش منطقي يكون في. طبعا في حالات قرآن كريم وسنة وحديث بنتكلم في الموضوع هذا وبصير يعني نتعامل زي ما قلنا كيس باي كيس، لكن هنا في القضية هذه لا، الطالب بده يكون منتبه انه هو ذكي وان شاء الله في مستخدمين اذكياء للبرمجية. كمان مرة بشكل عام هان بقدر أقول في مشكلة هان. يعني أنا بصراحة بأشارككم الآلية اللي إحنا بنقرأ فيها النتيجة. الآن هان بقدر أقول يعني أنا هذه أوكي، هان أخذ القرار الطالب عنده مشكلة. أنا الآن نفترض هذه الرسالة فيها مشكلة بنسبة التشابهات مرتفعة، وبالتالي الطالب جيت نقعد مع بعض وهذه جلسة إنه إيش لها؟ لا فيها مشكلة واضح انه هذه المشكلة بقدر انا اعمل بعض التغيير، اعمل بعض التعديل، بقدر اعمل بارفريز، بقدر اذا في تعريفات احط كوتيشن. لاحظ انه في اشي متصل رغم انه ممكن يكون الطالب حاطط مرجع لكن هذا الكلام ما بيغني. يعني هنا هالمشكلة اكبر بصراحة انه ممكن يكون في تشابه وما فيش مرجع، فبتكون مشكلة اكبر. يعني انت بما انك ماخذ يعني على الاقل يعني اقل الاضرار تاخذ تنتحل بس تحط مرجع، مش تنتحل ما تحطش مرجع. طبعا هو غير مسموح الانتحال بس انا اقول بشكل عام. يعني لاحظوا معي انه هان في مشكله كمان. يعني لاحظ هان في مشكله الان في هان، لا في مشكله حقيقيه ممكن احنا لاحظوا تشابهات كثيره الصراحه. يعني انا بصراحه جبت شغله راندوم ما يعني هان في تشابهات، وفي تشابهات قد تكون شغله محرزه. فلا، المطلوب من الطالب يروح يعمل إعادة صياغة. خلينا نتخيل مع بعض إنه كيف المشكلة بتزيد. يعني تخيل إنك أنت بدك تروح تعمل إعادة صياغة للكلام هذا كله هيتو وقتيش لما تكون خلصت الرسالة. تأكد إنه الشغلة راح تكون كثير مرهقة بالنسبة لك من ناحية وقت ومن ناحية جهد. فعشان هيك أرجوكم يعني هذه نصيحة يعني زميل لزملائه،
لا، حاول انك انت تستخدم من البدايه اسلوب صحيح في كتابتك الاكاديميه، وهذا الكلام مع الوقت راح يخليك ان شاء الله تقدر تتجنب اي تشابهات في رسالتك. هذا يعني في اشكاليات، يعني لاحظوا انه هنا في الارقام في تضليل، في نسب تشابهات كبيره. انا صراحه ما بعد بشوف النسبه هذه، نسيت والله قديش النسبه موجوده فيها، بس واضح انه في نسب تشابهات الارقام. الطالب ايش 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 بيصير مرات؟ الطالب بنلاقي انه في مثلا في المرجع رقم واحد بيكون مكتوب رقم واحد كثير تركز للتشابهات بنسبه بتكون مثلا 10%، فاحنا الطالب بيروح بيركز على انه يقلل النسبه لهذا الموضوع. وهن نقطه مهمه، انت بتعرف انه مرات نسبه التشابهات اللي عندك او عند الطلبه بتكون مثلا في الحد المعقول، بتكون مثلا نفترض انه نسبه التشابهات 25%، الطالب ممتاز، بروح بنشوف التشابهات حسب المصدر بنلاقيها 9%، فالطالب للاسف ما بنقدر نديه ورقه انه هو اجتاز فحص تشابهات. في مقابل انه في طالب بتكون نسبته مثلا نفترض يعني نسبته، خلينا نتكلم من الطالب هذاك نسبته 20% ما مشينا، طالب 25% نسبته العامه ومشي، بمعنى اخذ ورقه انه يعني هو اجتاز فحص التشابهات. فهان المشكله بتكون في تركز في التشابهات. عشان هيك نصيحه، قد ما تقدر نوع في المصادر اللي انت بترجع لها، لانه هذه مع الوقت راح تديك اريحيه حتى في مش إلنا فقط، مش لهدف رساله الماجستير اللي انت بتقوم عليها، وهي طبعا احنا هذا هدفنا الرئيسي، لكن للمستقبل، ولانك بدك تروح تنشر، بدك انت يكون عندك بالفعل جهد في نشرك الدولي. فايضا هذه نصيحه، في مشكله صراحه طبعا لاحظوا هنا، ما بيقدر حد ينكر انه هان في مشكله حقيقيه، يعني في مشكله، في تشابهات كبيره جدا، في اقتباس نصي من فبرضه هذه من الشغلات اللي الطالب نفسه بمع الوقت خلاص بيقول لك للامانه لا، يعني في تشابهات، يعني تشابهات واضحه بالموضوع زي ما انتم شايفين، نفس الكلام نفس الحديث اللي احنا بنحكي فيه، نسب تشابهات بتكون مرتفعه. الطالب من البدايه لازم يروح باتجاه انه يعيد الصياغه ويرجع لاكبر قدر ممكن من المراجع وينوع، ويكون عنده المهاره في الكتابه. نفس الكلام، يعني هذا تقرير عشان برضه الطلبه يكونوا على اطلاع. يعني هان مثلا لا، في مشكله حقيقيه، يعني الطالب يعني ما بيقدر، يعني في شغله زي هذه واضح انه هذه الفقرات كلها متاخذه كما هي حرفيا من مصدر، هو المصدر رقم واحد، وكذلك يعني لاحظوا، يعني لاحظ المرجع رقم واحد، يعني لاحظ او لاحظي مش ها انه كمرجع رقم واحد، لاحظ واحد قديش في تشابهات من مرجع واحد، يعني هذه فيها اشكاليه صراحه. فبرضو احنا بننصح في هذا الكلام ما يكون في تركز الصراحه، هذا تركز كبير جدا في الرساله. حاول تنوع، حاول توزع مصادرك، حاول لما انت بدك تكتب شيء تفرجي للباحث لمشرفك، حاول ما عدد المراجع يكون عدد كبير بالنسبه لك. هذه شغلات كثير مهمه بالنسبه للطلبه. لاحظ المرجع رقم واحد، لاحظه كثير صراحه. فهذه برضو من الشغلات اللي يعني لاحظوا، يعني متخيل الطلبه بقدرين يتخيلوا. يعني ارجوكم اذا احنا بدنا ناخذ يعني درس واحد فقط، يعني ان شاء الله بنكون استفدنا من بعض في هذا اللقاء. و يعني لاحظ انه انت لما بدك تروح في كل هالمحتوى هذا في النهايه تعدله، تأكد راح تكون كثير محبط. فعشان هيك اشتري من البداية، وكل نصيحة احنا بنقدمها للأمانة هي نصيحة بتنبع رقم واحد من القلب، لأنه احنا هدفنا في الجامعة وفي العمادة
انه احنا الطالب يحصل رسالة او ينجز رسالة ذات جودة مميزة. هذا هو الهدف عام، هذا هو الهدف الرئيسي انه احنا البرمجية موجودة. فمن البداية حاول انك لاحظ انه في تشابهات، في تركز في التشابهات. طب انتوا شغلة جدا مهمة، جدا مهمة نلاحظ مع بعض. اسمحوا لي بس عن اذنكم اروح ل لاحظوا انه التشابه هذا كان كله تقريبا تشابهات، صح؟ اللي بلاحظ معي انه بلاقي غالبا، تاكد انه هذا التشابه هو بتلاقيه في الريتشابيو في الدراسات السابقه. فعشان هيك بنقول انه يا جماعه هي النسبه، عشان هيك انا اتولى في بدايه المحاضره لما انا اتكلمت على قديش احنا بنواجه مشكله في التشابهات، في لما احنا بنواجه مشكلة في التشابهات، ركزت انه لا، نسب التشابهات لما تكون غالبا احنا بنلاقيها في الدراسات السابقة، وهذه مشكلة الصراحة، هذه مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للطالب. عشان هيك انا متأكد محاضرة ان شاء الله رب العالمين، محاضرة استاذ الدكتور سناب دقة والدكتور خميس الاستي راح تتناول موضوع الكتابة الأكاديمية والمنهجي مناهج البحث العلمي وطرق المختلفة للكتابة، وراح يتكلموا حسب ما أنا فهمت على الميكسد ريسيرش ديزاين، إنه أنت تستخدم أكثر من طريقة. فلا فهان هو دراسات سابقة، فعشان هيك أنت بدك تكون منتبه كتير في كتابتك، في تناولك للدراسات السابقة، إنه يكون عندك نسبة التشابهات، تحاول انك تتجنب الوقوع في التشابهات. يعني لاحظوا هان يعني نسب مرتفعه كثير الصراحه، فعشان هيك انت كطالب بدك تكون مهتم. الان ممكن تكون النسب ممكن تكون اقل في شغلات ثانيه، مثلا ممكن تكون شغلات اقل، مثلا الميثودولوجي ممكن النسب تكون اقل. لاحظوا هان النسب اقل في المنهجيه. يعني هان اوكي، في تشابه في المنطقه هذه، بس هذا التشابه يعني ممكن ما يكونش مش بقدر التشابه الموجود في منهجيه في الدراسات السابقه. طبعا النتائج اخطر شيء احنا ممكن نتقبله انه يكون مثلا النتائج يغلب عليها التشابهات، يعني انه يكون النتائج يغلب عليها التشابهات. وكذلك كذلك اللي هو الكونكلوجن اللي هي خاتمه الدراسه او ملخص الختام لدراستك رساله الماجستير والتوصيات، لان برضه هذا المراجع كمان مره المراجع يتم استثناءها بشكل كامل. يعني في تقرير التشابهات اللي انت بتحصل عليها من عمالة البحث العلمي، المراجع ما بتكون موجودة، بمعنى يتم استثناءها. وكذلك يتم استثناء الكوتيشن علامات التنصيص كما ذكرنا ضمن حدها المناسب ونسبتها المناسبة. الآن هذا هو النسبة، هذه هي التقرير اللي انتم شايفينه، تقرير التشابهات. يعني بيعطيك انه نسبه التشابهات في محتوى زي هذا كانت 63% نسبه مرتفعه. نسبه مرتفعه. انا خلصت. انا جاي خلصت. فنسبة التشابهات بتكون مرتفعة. طب خلصت؟ سامع. طب خلصت؟ خلصت؟ فنسبة التشابهات بتكون نسبة مرتفعة. نسبة طبعا هذا شيء متوقع. الآن نسبة التشابهات بتكون نسبة 63%. في ال طيب نرجع من أول جديد. في محتوى زي هذا وفي رسالة زي هذه نسبة التشابهات 63%. الموزعة كالتالي، لاحظ إنه في مصدر واحد أو في مرجع واحد في مكان واحد هي نسبة 20
في المية. يعني لاحظ هان قديش الموضوع هان خطير، انه يكون تركز للتشابهات مثلا في مكان واحد بنسبة 20%، وهذا شيء طبعا قولا واحدا بيضرب الرسالة من البداية. في الأسفل بنلاقي انه نسب التشابهات اقل 3 و2% و2%، يعني حتى يكون انه كتير 2% زي هيك صراحة ما بنحبذها، لكن هذه هي طبيعة الرسالة. أكيد يعني هذه الرسالة تم تعديلها، والنسبة حسب ما بأذكر قلت، والله بتهيألي قلت عن 25%، فجهد أكيد يعني طالب أكيد أخذ خبرة منيحة، لكن إحنا حابين إنه من البداية خبرة تكون عنده من بداية ما أنتوا تبدوا في كتابة الرسالة. 63% نسبة عامة. مصادر 58% راح نلاقيها مصادر انترنت، وهي نسبة مرتفعة لما تكون 58%. مش بالضرورة تكون مجموع الأرقام 100%، ومش بالضرورة مجموع الأرقام هذه برضو، يعني بمعنى لو احنا جمعنا 20% زائد 3 زائد 2 زائد 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 لنهاية التقرير، مش بالضرورة انه تكون نسبتها 100%، لانه في طريقة معينة البرمجية بتشتغل عليها، ومش بصراحة مش كتير يعني مهم انه احنا نشرح هذه، لانه لها علاقة في آلية عمل برمجية وكيف بتحسب النص انه هذا تشابه ولا مش تشابه، وكيف بتاخد نص من نص او بتاخد نص من مرجع اخر وبتدي النص الاكبر لمرجع ثاني اكتر من مرجع اخر، يعني قصة بصراحة طويلة. لاحظ انه الببليكيشنز 14%، احنا هان بنفضل تكون هذه النسبة مرتفعة، تكون نسبة الببليكيشنز بمعنى انك انت بترجع او بتقتبس من مصادر كأبحاث علمية peer reviewed محكمة موجودة في قواعد نشر مختلفة، في قواعد نشر بالمناسبة موجودة في مكتبة الجامعة الإسلامية، ممكن طالب يستعين فيها وينزل أبحاث، ومن وقت لآخر زملائنا في المكتبة بيكون عندهم اشتراك في قواعد بيانات بتقدر تروح عليها. فكل ما انت استعنت في محتويات بابليك التصنيف بابليكيشن بيكون افضل. مصادر الانترنت لا، احنا صراحة علميا انه احنا مش لازم كتير، يعني قد يضطر الباحث انه يروح لمصدر انترنت، لكن بالنهاية الافضل انه انا وانت انه كالطلبة ما يروحوا كتير لمصادر الانترنت، فهذا برضو شغلة بتكون برضو انا بنبه لها. student papers هذه تصنيفها هي عبارة، هذه تعريفها اذا انتم بتذكروا في بداية الحديث اتحدثنا عن انه مصادر المعلومات اللي بتوصل لها البرمجية، قلنا مصادر المعلومات ثلاثة. المصدر الأول هو مصادر الإنترنت، المصدر الثاني هو عبارة عن publications أو قواعد بيانات، قواعد بيانات كثيرة جدا 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 برمجية بتشترك فيها وهي غير متاحة الوصول لدى الباحثين، وبالتالي البرمجية بتروح بتاخذ منها وبتقارن النصوص اللي في رسالتك مع محتويات قواعد البيانات. المصدر الثالث اللي انتم شايفينه على اليمين 36% هي عبارة عن قاعدة بيانات البرمجية نفسها، زي ما تكلمنا أنا وإنت هو وهي جامعتي وجامعته، الجامعات حول العالم كل يوم بتدخل أبحاث بشكل مستمر على البرمجية، فبتراكم قاعدة بيانات ضخمة جدا جدا جدا، فالبرمجية برضو بتقارن مع محتويات قاعدة البيانات الخاصة الموجودة داخل البرمجية. فزي ما أنتم شايفين 63%، 58%، 14%، 36%، لو تكلمنا هنا كذلك نسب التشابهات طبعا 1% 1%. الدكتور سمير صافي اشار انه يوجد استثناء لل 1%. طبعا احنا في عندنا نظام صراحه بالجامعه السلميه في هذا الموضوع، واحنا دائما بنكون في صف الطالب، يعني اذا اضطرينا نعمل خطوه زي هذه، لكن بالمجمل احنا ما بنحب نوصل لموضوع زي هذا. نلاحظ في الاخر انه في يعني هذا معمول، لاحظ انه في استثناء للمراجع هان، وهذه فقط من باب التجريب، لكن احنا غالبا هذه بتكون اوف، هذه اكسكلود ماتشز بتكون اوف، ما بيستثني كلمات. بس برضو الدكتور سمير اشار انه في الجامعه اللي هو بدرس فيها الان في جامعه الامارات، وهي بالمناسبه من الجامعات المرموقه جدا في الوطن العربي وعالميا، حتى في التصنيفات الأخيرة كان لها رقم متقدم، برضو هم بيستثنوا عدد معين من الكلمات ما بعرف الحد لها، لكن إحنا بالنهاية تأكدوا أنه استخدامنا للبرمجية دائما بيكون في صالح الطالب وفي صالح خدمة الطالب، وهدفنا بالنهاية أنه يكون في محتوى للرسالة، محتوى
محتوى جيد وجودة الرسالة تكون جودة متقدمة عشان تخدمه في هذه المرحلة وفي مراحل قادمة. الآن كتير رح يجينا أسئلة من طلبة خصوصا في الكليات الشرعية صراحة، وهذه الهوامش، بتعرفوا الكليات الشرعية غالبا بيستخدموا الهوامش، وأنا متأكد رح يكون أسئلة في هذا الموضوع، فهذه الهوامش تقلبوش، احنا بنتعامل معها، بنتعامل بطريقة نخدم فيها الطالب في موضوع الهوامش زي ما انتم شايفين، لأنه هذه برضو يعني بنعملها استثناء بطريقة معينة على أساس الطالب برضو يكون مرتاح هذه الهوامش، لأنه مش بس مراجع بنهاية في نهاية لا، هي أيضا بنستثني هذه الأمور يعني، وبنكون في الطالب حتى الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، وإذا كانت الرسالة في تحقيق مخطوط، يعني في بصراحة باكج واضح جدا بالنسبة لنا ركبناه من خلال تعاملنا مع البرمجية، ومن خلاله بنقدر بصراحة نكون يعني في اتزان في استخدام البرمجية في صالح اتجاه الطلبة. آخر شيء يعني هذه رسالة لغة عربية كذلك. الآن لاحظوا شغلة، الآن هذه التشابهات لاحظ إنه في تقطع في التشابهات، وهذه الزملاء اللي لأنه كتير طلبة، أكون واضح في هذا الموضوع، كتير طلبة بيجي عنا على الجامعة الإسلامية وبيقول لك بيكون رسالته لغة عربية، وإحنا اتفقنا من البداية في لما ردينا على سؤال واستفسار بالنسبة للفرق ما بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وإحنا فصلنا في الموضوع وشرحنا هذا الموضوع، لكن غالبا بتلاقي النسبة في اللغة الإنجليزية أعلى بشوية للأسباب اللي ذكرناها، إلها علاقة بالمحتوى العربي والمحتوى الإنجليزي وقديش البرمجية قدرة وصولها للمحتوى، وهي بالنهاية البرمجية بالأساس اللغة الإنجليزية، لكن تم إضافة اللغة العربية، ومعلومة إحنا أكيد على تواصل مع أصحاب البرمجية أو مع الجهة، مع الشركة نفسها، شركة البرمجية، وفي تطوير لآليات التعامل مع التشابهات في المحتوى اللغة العربية. لاحظ انه هان في تقطع، لو نلاحظ في تقطع في التشابهات هان، وهذه كثير طلبه الطلبه بيراجعوا فيها انه طبعا وين التشابه هان، يعني هذه نقطه جدا مهمه، وارجو من الطلبه اللي عندهم توجه للكتابه باللغه العربيه انه ينتبهوا لهذه النقطه. الان بدك تنتبه انه هان معناها انه لاحظ هان مثلا مرجع رقم 4 اعطاك من كلمة لحجم وراح مدلك لحدية النظم، وراح بالنهاية في مكان آخر رجع اداك تشابهات في فقرة مختلفة. هان الطالب بناء على تجربتنا وبناء على خبرتنا مع الطلبة اللي بنشروا في اللغة العربية، الطالب يحتاج انه يعدل الفقرة كاملة، رغم انه مش بديك زي اللغة الانجليزية، لو لاحظتوا توي اكيد يعني انتبهنا مع بعض انه اللغة الانجليزية بيديك بلوك كامل، بيديك بلوك كامل في اللغة الانجليزية، هان بيديك بلوكات كاملة زي ما شفنا مثلا، هان بيديك بلوك كامل. في اللغة العربية قد يكون مش موجود الكلام هذا، فهان انه احنا بننبه ايضا لهذا الموضوع انه في اللغه العربيه انه ممكن تلاقي شيء متقطع، لكن هو بالنهايه بيرمز الى تشابهات ونسب تشابهات، يعني كل هذا الكلام المتقطع اللي انتم شايفينه بيرمز لنسب للتشابهات، والطالب بده ينتبه لهذا الموضوع. كذلك هان يعني هذه نفس اليه التعامل مع التظليل او الهايلايتس الموجوده، بدك تنتبه انه اي تضليل معناه عباره عن مراجع معناه عن مراجع وعن مصادر انت رايح تاخذ منها، فهذا برضو الكلام بدك الطالب ينتبه له. كذلك في نهايه الرساله زي ما احنا شايفين هان بيعطيك نسب التشابهات وقديش التشابه في كل نسبه، مثلا التشابه العامه، طبعا هذه الرساله برضو قلت النسبه لعدد لنسبه كثير قليله، وكانت الأمور الرسالة برضو جيدة، فنسب التشابه هنا 62%، 50% من مصادر الإنترنت، 4% من publications، وهنا بنحب النسبة تكون أعلى من هيك. هذه طريقة أربعة، يعني في طريقة لقراءة النتائج، إحنا الطلبة بإذن الله تعالى من خلال تعطيهم
مع النصائح اللي احنا قدمناها اكيد 100% بيكون ان شاء الله رب العالمين اكثر استعدادا لانهم ينطلقوا عفوا انهم ينطلقوا في رحلتهم لكتابة رسالة الماجستير. كذلك احنا موجودين في عمليات البحث العلمي والدراسات العليا، بنقدم اي خبره موجوده عندنا، اي نصيحه موجوده عندنا، اي مساعده موجوده عندنا بنقدر نقدمها اكيد 100%. احنا بنرحب هذا الموضوع، هذا شغلنا وهذا دورنا في عمليات البحث العلمي والدراسات العليا، نقدم الخدمات من هذا النوع للطلبه. اخر شيء ممكن انا بدي انبه له، ما بعرف اذا الصوره واضحه. اخر شيء موضوع انه في مواقع، الصوت مسموع اذا صحيح الصوت مسموع، في بعض المواقع الصراحه اللي بتتعاطى، احنا انا شايف اعرض مثال عربي، احنا عرضنا مثال عربي موضوع الاكسكلوجن الاستثناء، موضوع الاستثناء مره اخرى. انا ممكن كمان انا افتح صفحه الفيسبوك يعني بشكل راندوم انه اذا بنقدر هذا، بس انا في نقطه اخيره بدي اوضحها بصراحه وهي نقطه مهمه، انه في بعض المواقع يعني احنا طلبه بيستعينوا في بعض المواقع الخاصه بالبارافريزنج، بمعنى بيروح على ويب سايت معين وبيعمل بيدخل نص وبيروح بيعمل اعاده صياغه، والموقع بديه اوكي انت اعاده الصياغه اللي انت بتستخدمها هي اعاده صياغه جيده. من تجربتي انه قد يكون الموقع هذه مفيده، قد يكون انه المواقع هذه مفيده وانت تستفيد منها انك تعمل اعاده صياغه، بس اعاده الصياغه الانسب هي اعاده الصياغه اللي بتنبع من مهارتك كباحث ومن تجنبك للتشابهات من فهم النصوص. ليش؟ لانه المواقع او خدمات الفري هذه المواقع اللي موجوده، واكيد يعني انت جاست جوجل ات، يعني انه انت اكتب بارافريزنج ويب سايتس او راح تلاقي مش عشرات مئات المواقع اللي بتقدم لك الخدمه هذه. وهذا صراحه كثير طلبه احنا بنلاحظ انه في بيستعينوا في هذا الموضوع. صح انه قد تكون مفيده في مرحله معينه، لكن انا اللي بنصح فيه كمان مره، احنا اللي بميز الحديث اللي بيننا هذا انه لا ينبع من فقط ساينس، لا في تجربه، يعني احنا بنحاول نعكس لكم التجربه اللي الطلبه عايشوها وصاروا فيها عشان وصلوا لمرحله انه استطاعوا انهم يتجنبوا التشابهات وتكون رسائلهم بقدر من الجوده، وتكون يعني اكيد هم بيتشرفوا فيها، وهذا الشيء اللي الكل بيطمح له. فالويب سايت هذا بيكون حريص، بدك تكون حريص كثير وبدك تكون كثير دقيق في التعامل معها. اذا انت قدرت استخدمها بطريقه ذكيه، كون نبيه في استخدامها، يكون عندك في نوليدج، يعني النوليدج تبعتك او فهمك للنصوص هي اللي تكون محرك لك في اعاده الصياغه. فهذا الموضوع. انا بصراحه هيك يعني تقريبا بكون في عندنا مجموعة أسئلة ممكن نجاوب عليها الآن. موضوع تمام، آخر شغلة احنا حكينا الموضوع هذا، وهذا الصراحة أكيد يعني اعتبروا الجملتين هدول هم يعني جملتين رح تبدأوا فيها تدريب الدكتور سفيان في موضوع البارافريزنج. اقرأ بحرص وبفهم جيد، تأكد فيش تشابهات. هذه تجربة الكل، اقرأ بحرص، استوعب النص اللي انت بتقرأه جيدا، زي ما بقول بلغتنا العامية اهضمه جيدا، روح حطه عشقة واكتب بطريقتك ووثق. تأكد استخدامك للطريقة هذه مع الوقت اوكي راح تلاقي في صعوبة، لانه احنا هذه المهارات اكيد بنكتسبها ومع الوقت كل ما لها بتتطور، لكن بالمجمل ما راح تلاقي حالك باذن الله تعالى بتتجنب اي نسب تشابهات في مادتك العلميه. انا بتمنى اني اكون قدمت شيء مفيد للطلبه، عرضت تجارب بعض الطلبه طلعوا على تقرير تشابهات، وهذه فرصه انهم يطلعوا عليه، لانه كثير طلبه بيقول لك ايش هو التقرير،
وإيش محتوياته وكيف نقرأه يعني وكيف بتعطيني تشابهات. ففرصة أن الطلبة اطلعوا على تقرير تشابهات. إذا في أي أسئلة طبعا ممكن إحنا بعض الأسئلة إحنا إيش بنقدر عن جواب عسل طبعا راح نجاوب عليها. إذا في شغلات تانية ممكن يكون اتفضل يا هون. نبدأ بالسؤال. بالنسبة للتخصصات الطبية، هناك مصطلحات طبية لا يمكن استبدالها بين كل الأبحاث والمقالات العلمية ويتم استخدامها بكثرة بالبحث، كيف يمكن التعامل بهذه الحالة؟ كمان مرة، في مراعاة لكل التخصصات. قد يكون سؤالك يا حنان لأنك أنت في الطب، بس بشكل عام في مراعاة لكل التخصصات، وهذا كلام مش بنقوله عشان إنه إحنا يعني نقول إنه إحنا بنعمل شغلة يعني يعني لا، ما هي مش خدمات بمعنى مش بايس، لكن في مراعاة لكل شيء. يعني إحنا لما نلاقي في مشكلة معينة لا بنكون حريصين إنه نساعد في حل هذه المشكلة. السؤال الثاني، كيف أتجنب في استخدامي التشابهات بأسلوب إعادة الصياغة أو السرد المناسب وقالب الجامعة وبروتوكول الكتابة العامة؟ إحنا وضحنا أكثر من مرة، يعني أنا فهمي للسؤال إعادة الصياغة بينتج عنها زيرو تشابهات أو تشابهات ضمن حدها المعقول، هذا رقم واحد. الآن قالب الجامعة ما في ارتباط ما بين التشابهات وقالب الجامعة أبدا. قالب الجامعة هو عبارة عن قالب بيوضح إيش يعني كيف آلية كتابة الرسالة من ناحية تنسيق، وحسب ما الأخ أيمن البيك يعني أنت شفته معه. لكن موضوع التشابهات موضوع مختلف، فما في تشابه، ما في علاقة بين هذا الموضوع. فكتابة جيدة التشابهات بتكون ضمن الحد المعقول وأقل. هل كل لون يدل على شيء مختلف في المثال اللي عرضته أستاذ بلال؟ أكيد كل لون بدل على مرجع أو على مصدر. إحنا قلنا المصادر نوعين، مصدر بيكون المصدر عبارة عن قاعدة بيانات زي مكتبة الجامعة الإسلامية فيها مئات الأبحاث، فبكون جايب لك من الجامعة الإسلامية. وفي أخرى طبعا بتكون هذه عبارة عن مرجع منفرد، فكل لون عبارة عن مصدر مختلف، فهذه الشغلة برضو بدنا ننتبه إليها. كيف يعني المراجع مستثنية من التشابهات؟ هو بالمجمل الأصل المراجع ما تكونش موجودة، لأنه أنت يعني كتاب الباحث لما بيكتب المراجع أكيد يعني طريقة كتابة المراجع راح تكون آخرين كاتبينها بنفس الطريقة. يعني أنا اليوم بكتب دراسة في موضوع معين، أكيد مرجعين 3 4 5 6 مثلا استخدمت طريقة الاي بي اي في كتابة المراجع، ففي عندي 20 مصدر أنا رجعت لهم، وباحث غيري كتب رجع للعشرين مصدر، فأنا وياه راح نوثق بنفس الطريقة ما في اختلاف. وبالتالي وين المنطق إني يكون في احسب لك نسبه التشابهات في هذا في طريقه كتابه المراجع؟ فمن باب العدل انه احنا بنستثني المراجع للطلبه. وبالمناسبه مش بس هذا، حتى المجلات يعني الجميع بيستثني المراجع. بعد الفحص هل بتم حفظ الرساله في البرنامج؟ اكيد مليون في المية. ما احنا الكلام هذا وضحنا، قلنا مصادر المعلومات 3، مصدر مهم اللي هي قاعدة البيانات اللي تبعت البرمجية. كيف قاعدة البيانات بتتغذى؟ بتتغذى مع كل فحص بيتم تخزين الرسالة، وبالتالي النسبة بالتالي بيتخزن في قاعدة البيانات، ومع الوقت بيصير يقارن معها. ليش مش متاح برنامج كشف التشابهات للطلاب أونلاين علشان الواحد يقدر يكتشفها أول بأول ويتم معالجتها؟ والله كتير طبعاً هذا طبيعة الاشتراك اللي موجود، وأكون صريح الاشتراك في كل الجامعات الفلسطينية بهذا المحتوى لأسباب كثيرة بصراحة. فالمتاح الآن هو استخدام طب هذا الكلام ما نخلي هذا الكلام عائق أمام الطلبة. يعني ما بدي من مثلا من الزميل أو الأخت أو الأخ الباحث اللي سأل إنه أوكي لا هذا مش عائق الآن. لا أنت بتقدر تتعاون مع مشرفك في هذا الموضوع، وأكيد مليون في المية راح تلاقي فائدة بإذن الله تعالى من خلال التواصل معه. سؤال، لما البرنامج يعمل هايلايت لكلمات لا يمكن استبدالها مثل اسم الجامعة ومصطلحات ما بتتغير، صار الموضوع معها شخصيا، فكيف ممكن تتجنب هذا الإشي؟ هو البرمجية طبعا هذا احنا بدنا نتكلم عن، اذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع بدنا نتكلم عن طريقة العمل البرمجية، يعني كيف البرمجية بتشتغل. بالمجمل أي تشابهات له علاقة باسم الجامعة، تشابه له علاقة، احنا وضحنا أنه في مراعاة لكثير شغلات. التشابه لما يكون اسم الجامعة، عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بتكون في في
في واجهة الرسالة مثلا، رغم أنه نسبتها بتكون تكاد تكون غير موجودة، تكاد تكون يعني شيء لا يذكر، لكن هذا الموضوع بيرجع إلى آلية عمل البرمجية، واللي هي بصراحة قصة طويلة كتير. لكن تأكدي الأخت اللي سألت أنه هذه ما بتأثر على نتيجة التشابهات في رسالتك، البتة أبدا ما بتأثر على نتيجة التشابهات في رسالتك. لو استخدمت فحص التشابهات لمرة ورجعت استخدمه ثاني مرة، هل هذا بيأثر بزيادة التشابه في المرة الثانية لأنها فعليا صارت ضمن قاعدة البيانات؟ قد يكون. هذا كلام وجدناه، أنه بتفحص اليوم بعد أسبوعين ممكن تيجي النسبة قد تختلف، مش دائما، مش حالات كثيرة، لكن ممكن نواجه شغلات زي هذه خصوصا في اللغة العربية. نقول في استقرار أكثر في المحتوى باللغة الإنجليزية، لكن اللغة العربية البرمجية كل يوم بتروح. يعني أنا عرفت أنه من جديد صارت البرمجية تروح لدار المنظومة، فأكيد لو اللي فحص رسالته قبل ما البرمجية تشترك في دار المنظومة أو تقرأ بيانات دار المنظومة، بيروح بفحص رسالة بعد الاشتراك بيلاقي النسبة مرتفعة. فهذا شيء يعني منطقي انه ممكن بيصير هذا الكلام، ممكن يعني ما صار حالات في هذا الموضوع. في متابعة بتحكي واجهت مشكلة انه بتشتغل في مجال الحديث، وجدت انه معظم المقالات العلمية المتعلقة بالموضوع مقتبسة من بعض، احيانا لو بتاخذ جملة من مقال وبتعيد صياغتها بتجد نفس الصياغة تبعتها مستخدمة في مقال اخر او طريقة مشابهة جدا لصياغتها، شو الحل بهيك حالة؟ وأنا قلت أشرنا للموضوع هذا، حسب نظام الجامعة يوجد مراعاة للإشكاليات الخاصة بخصوصها، وأنا ذكرت الكلام هذا في الكليات الشرعية ومن خلال الإخوة في كلية أصول الدين بيتم معالجة هذا الموضوع، ومش حالة، هي حالات عديدة صراحة تم معالجتها، وإن شاء الله رب العالمين بهذا الكلام بيتم مراعاته. في عنا سؤال، لازم الكشف فقط عن طريق المؤسسات ولا المشرف ممكن يكون مشترك بالمواقع البرمجيات؟ لا، هو التعاطي عن طريق مؤسسات، لأن ما حد بيقدر يجيب برمجية يعني بسعر يعني آلاف، يعني ثمنها كتير مرتفع يعني بشكل فردي، يعني فراح يكون الشيء مرهق كتير. السؤال كان على صفحة الفيسبوك، تسأل مش التشابه في النسب عند جمع الاستبيانات مثلا وتطبيقها على برنامج الـ SPSS علامة قوة للبحث، كيف يمكن اعتباره تشابه في برامج التحليل الإحصائي بالعموم أمر سيء؟ كمان مرة يا حنان، كمان كاتبة، هل إيه مش التشابه في النسب عند جمع الاستبيانات مثلا وتطبيقها على برامج الـ SPSS يعتبر علامة قوة للبحث؟ المتابعة لم تفهم لماذا يعتبر التشابه في برامج التحليل الإحصائي بالعموم أمر سيء. لا، هو أنا كمان مرة، نتخيل سين من المحللين الإحصائيين بيستخدم نفس، كمان مرة باللغة العامية، نفس الاسطمبة، يعني نفس الطريقة في عرض التحليل، فأنا بجيب له استبانة وحضرتها اللي سألت بتجيب له استبانة، بروح بيعمل تحليل، بتلاقي كل الكلام اللي بيدور حوالين الأرقام، وهذه ذات دلالة وهذه مش ذات دلالة، وهذه النسبة كان فيها نسبة أكثر نسبة أقل، بتلاقي إنه النسبة كل الكلام بيحوم حواليها في تشابه، فأكيد مليون في المية يعني هذا ما بتوقع إنه هذه طريقة يعني جيدة. وبالمناسبة صار معنا يعني، وهذا من باب نقل التجربة كمان مرة، هذا اللقاء هو نقل تجربة للطلبة، صار معنا طلبة واجهوا نفس المشكلة، إجا لقينا فيه تشابهات، راح للمحلل الإحصائي قال له خود يعني بالعربي أنا كله تشابه، فالمحلل راح يعمل له إعادة صياغة للتحليل الإحصائي والنسبة طلعت جيدة. فإحنا ما بدنا الطالب، هو الأصل الطالب أنه التحليل الإحصائي يكون هو على اطلاع بكل التفاصيل، لكن في آلية معينة الطلبة بيستخدموها، فأنا فقط قلت أنبه لهذا الموضوع لأنه تكرر، يعني أنا تكرر زي ما قلت في المراجع في الأدبيات السابقة، وفي التحليل الإحصائي صرنا نواجه فيه مشكلة في موضوع التشابهات. هل الهوامش تدخل ضمن برنامج التشابهات؟ احنا بنزيل الهوامش، انا وضحت الكلام هذا في الملف الثاني، الهوامش احنا بنشيل الهوامش. احنا للأمانة احنا كل شيء بنقدر نعمله في اتجاه خدمة الطالب بنعمله، يعني كل شيء، لكن بالنهاية احنا الطالب حريصين انه يكون ضمن السيستم العام للجامعة، وهو بيستفيد اكثر منا،
بالعكس الجامعة متكلفة مال مقابل هذه البرمجية، وهي مش مضطرة، لكن من حرصا على الطلبة وعلى جودة أبحاث الطلبة اللي إحنا ماشيين في هذا الاتجاه. سؤال بالنسبة للأبحاث القانونية، كتير في قوانين الشخص ما بيقدر يغيرها، فما هي النسبة الأعلى والأدنى للتشابهات بالرسائل القانونية؟ كمان في القانون الصراحة بالفعل في وجدنا يعني بعض الحالات إنه القوانين واللي بيضطر ياخذ القانون كما هو وكذا، برضو هذه بيتم التعاطي معها، وبالنهاية الطالب لما بيعدل بيلاقي إنه لا بيقدر يتجاوز نسبة التشابهات. هالنقطة صراحة نقطة بدنا ننتبه لها يا زملائنا وطلبتنا، نسبة 25 مش قليلة، يعني نسبة 25% من محتوى رسالة مش قليلة، يعني بنتكلم نسبة تعتبر مرتفعة. أنا بذكر أحد الباحثين ذكر لي إنه في جامعة من الجامعات نسبة بتكون أقل من 10 من 25% بكتير، يعني هو ذكر لي رقم يعني أقل من 10% يعني بالتأكيد النسبة ذكر لي إياها. يعني إحنا بنتكلم على نسبة 25% نسبة، يعني أنت لما بتروح بتاخد قانون وبتاخد مثلاً، إحنا نقول في الرياضيات مثلاً، في الرياضيات المشكلة ممكن تكون أكبر من هيك، لأنه هو بده إيش، يعيد صياغة إيش مثلاً، بده يعيد صياغة اللي هي المعادلة الرياضية مثلاً، ما بيقدر يعيد صياغة معادلة رياضية. فإحنا بنقول النسبة 25 نسبة معقولة، الطالب المحتوى الآخر بيقدر يعيد صياغته، في شغلات مش هيقدر، تعريف بيحطه بين كوتيشن، شغلات خلاص، لكن بالنهاية نسبة 25% تأكد للأخ أو الأخت اللي سألت نسبة معقولة في كافة التخصصات مع بعض الاستثناءات اللي احنا بنتعاطى فيها وبنتعامل فيها حالة بحالة. التشابه لما بيكون في تفسيرات الجداول مع أبحاث أخرى أم الجداول سابقة في البحث؟ الجداول هل التشابه يكون مع تفسيرات الجداول ولا مع جداول سابقة في أبحاث أخرى؟ هو التشابه مرات الجدول كله فيه تشابه، مرات الوصف أو التعليق على الجدول فيه تشابه، يعني ما بيمنع أن يكون التشابه موجود في نفس الجدول وتشابه آخر موجود في وصف الجدول، يعني نفس الوصف ما أخده وهذا الكلام موجود. تو شفنا في عرضناه شفنا مشكلة زي هذه. يعني في سؤال، ما كمية المراجع وعددها المفضلة؟ والله فيش عدد معين، يعني قديش بترجع يعني لمراجع أكيد بيكون أفضل. يعني أنا بفترض إنه حتى هذا الكلام في 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 مناهج البحث العلمي، إنه إنك ترجع لمراجع أكثر بيكون أفضل، ما في حد معين. إحنا الحد بالنسبة لنا السياسة إنه من مرجع واحد أو من محتوى واحد يكون خمسة، حد أقصى 5%، اللي احنا بنقول لا، مع عدد المراجع 1000000%، الباحث مصلحته اصلا، يعني انا بشوف انه مرات بيكون التعليق المناقش على المراجع عددها قليل، يعني وين مراجع، فاكيد هذا الباحث بيهتم في هذا الموضوع مش عشان البرمجيه، لا عشانه كباحث وكرساله علميه. كيف البرنامج بيعمل تشابه على كلمه واحده؟ ما في شيء اسمه في البرنامج تشابه على كلمه واحده، هذا كثير السؤال بصراحه بيتم توجيهه إلنا كأشخاص بنتعامل مع البرمجية. ما في شيء اسمه تشابه كلمة واحدة، أقنع السائل في هذا الموضوع. الآن بتتوقع أو تتوقع إنه في كلمة من كلمات رسالتك العلمية مش موجودة على النت، كلمة بشكل منفرد بقول، الجواب لا، كل الكلمات الموجودة في رسالتك موجودة على النت، بتقدر تجيب كلمة مش موجودة على النت، إز وآر وهي وشي وكله موجود، صح ولا لا؟ فتو الرسائل اللي احنا شفناها اكيد ما مش كلها معلمه، لو بتعامل مع كلمات مفرده او منفرده لكن علم لك 100% تشابهات، وفيش بالاساس فائده للتشابه للبرمجيه، لكن البرمجيه بتتعامل مع 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 فقرات، مع كونتكست، مع سياق، عشان هيك بتلاقي البرمجيه في الصفحه الاولى جابت تشابه، في الصفحه العاشره جابت تشابه من نفس المصدر اللي في الصفحه الاولى، لانها ربطت سياق الكلام اللي هي قدرت توصل له في المرجع اللي راحت له، اللي هو مرجع بيكون رقم 1 أو 2، ولقيت انه في تشابه في هذا ضمن هذا السياق، فبتتعامل مع سياق ما بتتعامل مع كلمات. باختصار كمان مره، لانه كل الكلمات اللي احنا، ما في كلمه على وجه الارض احنا بنكتبها مش موجوده على النت تقريبا، او اكيد يعني سواء اللغه العربيه، اللغه الانجليزيه او الصينيه وكذا. اخر شيء انا نسيت اقول الشغله هذه، الترجمه،
ننتبه انه البرمجية بتقدر تستوعب الترجمة، يعني ما مش طالب يروح مثلا يروح يترجم بحث من اللغة الانجليزية للعربية ومن اللغة العربية للانجليزية ويقول والله انا بضحك على الجماعة، لا، البرمجية بتقدر تتعرف على الترجمة. يعني انا احد الباحثين عندنا في الجامعة من كلية تكنولوجيا المعلومات يوم بيفحص وكذا فلقى البحث اللي بحكمه مترجم من اللغة الروسية. يعني أنا أتخيل هو مش متوقع الباحث مثلاً إنه في حد رح يدور على مرجع في اللغة الروسية ولا الصينية مثلاً، فبروح بترجمه بيروح بودي له بترجمه وهي بحث ودراسة وأموري تمام. فلا، البرمجية بتقدر تتعرف على الترجمة، فهذه نقطة جداً مهمة برضو بننبه لها الطلبة، يعني على أساس إنه ما يكونوا يعني مناش تلاعب في هذا الموضوع، لأن البرمجية بتكتشفها. في عنا سؤال مشابه للإجابة اللي حكيتها عن الترجمة أستاذ بلال، إنه هل اللي ناقل من رسالة فرنسية مثلاً تظهر في التشابه؟ هل في تشابه في الرسومات أم لا؟ البرمجية بتكتشف الترجمة، كمان مرة البرمجية بتكتشف الترجمة، وعشان هيك بننبه على الموضوع. إحنا معنا آخر سؤال على أساس إنه آخر سؤال، كيف الشخص ممكن يعمل أفضل؟ نعمل أكاونت في برامج كشف التشابهات. هو في برمجيات كشف التشابهات المجانية كمان مرة متاحة، يعني فقط روح على جوجل وبتكتب بتلاقي مواقع كثيرة، فبتوقع إنه هي فري، يعني عبارة عن ويب سايت، فبتروح بتدخل النص وبطلع لك التشابه. لكن أنا ما بنصح باستخدامها الصراحة، أنت ممكن تستخدمها عشان يعني تحاول تكتشف بعض الإشكاليات، لكن بالنهاية ما مهما أنت استخدمتها، الأساس أنك أنت تحاول تروح للسياسة أو البرمجية المستخدمة في الجامعة أو المؤسسة اللي بدها تفحص لك الرسالة، لأن هذه الشغلة اللي راح تفيدك باختصارا. يعني تمام، احنا متابعينا الكرام لانه باقي معنا 4 دقائق علشان نصل للساعة 9، فاحنا حابين نشكر الاستاذ بلال، شكرا جزيلا على المعلومات القيمة والمحاضرة. أصدقائنا نتمنى أنه استفدتم من اللقاء الثاني وهو برمجية كشف التشابهات. بنحب نذكركم أنه رح يتم نشر فورم على صفحة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا وعلى صفحة المجتمع البحث العلمي في فلسطين. هذا الفورم ضروري تعبوه إذا كنتوا حابين تحصلوا على شهادة إلكترونية، أو رح نبعثها على الإيميل شهادة إلكترونية. وإن شاء الله بنشوفكم على خير في اللقاء الثالث مع الأستاذ الدكتور سفيان تايه في مهارات إعادة الصياغة والبارافريزينج يوم الأحد القادم 20/9 بنفس التوقيت من الساعة 7 إلى الساعة 9. نراكم على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.